ميتين جنيه في ايوه الدكتور اشرف بدأ التسجيل. بنقدم الاستاذ الدكتور احمد حسنين، هو استاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية في كلية العلوم جامعة سوهاج، وله معمل الهندسة الوراثية وهو معمل دولي معتمد. الشريحة اللي بعدها دكتور اشرف. دكتور احمد طبعا حاصل على الدكتوراه في البلانت بايوتكنولوجي في من جامعة كيل في ألمانيا. عنوان الرسالة كان البروتوبلاست فيوجن with particular emphasis on the fate of blastids، يعني لما البروتوبلاست يتحد مع بعض ويدونا سايبريد أو هجين جديد بين الخلايا الجسدية، ما هو مصير البلاستيدات؟ دكتور أحمد له أنشطة علمية كثيرة. الأنشطة الحالية أنه رئيس تحرير مجلة Journal of Environmental Studies، دي بتصدرها جامعة سوهاج، وهو ريفيور للكواليتي اشورنس والاكريديتيشن في التعليم العالي، ومن من فرق الجوده التي تمنح المعاهد والجامعات والكليات الجامعيه الاعتماد. وهو ايضا مدير المعمل المركزي للهندسه الوراثيه، وهو البروجكت كوردينيتور للبلانت لجامعه سوهاج فيما يسمى البلانت كلينيك بروجكت، وده بروجكت تبع الإيراسموس، هو معمول باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الإيراسموس. دكتور أحمد برضو يعني له ريسيرش انترست كثيرة في البلانت بايوتكنولوجي والجين اكسبريشن، بالذات اندر ستريس كونديشنز، والجين اكسبريشن اسوسييتد مع السيل ديفرنشيشن والسيل اند تيشو كلشر والمولوكولار بيولوجي والبروتوبلاست كلشر والسوماتيك هايبرتيزيشن. دي كلها تكنيكس وابروتشز معروفة في مجال زراعة الأنسجة والخلايا النباتية. الدكتور أحمد حصل على مجموعة من المنح والسكولرشيبس في ألمانيا، راح الجينيتكس لاب في البيولوجي سنتر في كيل، وفي 2007 راح معمل الاي ام جي وهو معمل تابع للاتحاد الأوروبي في بروجيا في يونيفرسيتي في إيطاليا، وأيضا زار بولندا. هو ايضا الكارير بتاع الدكتور احمد والبوزيشنز، هو طبعا هو كان في ديبارتمنت اوف جين اكسبريشن، ودكتور احمد نشر 97 مقاله في المجلات العلميه والمؤتمرات العلميه. الشريحه التاليه دكتور اشرف، الكارير والبوزيشنز اللي الدكتور احمد شغلهم، ودول بعضهم. مدير المانجمنت يونت في جامعه سوهاج، ومدير مشروع ديفلوبمنت اوف سنترال لابوراتوري للجينيتك انجينيرنج والانترناشونال اكريديتيشن، ومدير الامبروفمنت اوف اكزيستنج جينيتكس كورسز في جامعه سوهاج، ورئيس البوليوشن بروتكشن معمل الحمايه من التلوث في جامعه سوهاج ايضا، وهو مشرف على مركز تنميه الصعيد التابع ل أكاديمية البحث العلمي، وهو عضو في الـ Higher Education Reform Experts، وده برضو تابع الإراسموس اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. طبعا أيضا هو الكونتاكت بيرسون للاستراتيجيك بلاننج يونت، وهو الدايركتور للبابليكيشن والانتلكشوال بروبرتي رايتس في جامعة سوهاج، وهو الهيد اوف تيم أو الباحث الرئيسي للسيلف ايفالويشن لجامعة سوهاج كلية العلوم، وهو رئيس فريق external evaluation للكليات كثيرة في الجامعات المصرية، وهو عضو أيضا في الـ Higher Education Reform Experts ودي تبع إراسموس، وهو أيضا رئيس الـ external evaluation في جامعة سوهاج والجامعات الأخرى. الشريحة الأخيرة من تقديمي للأخ العزيز والأستاذ القدير الدكتور أحمد حسنين، عنوان المحاضرة وهي Artificial Seeds from Lab to Farm، البذور الصناعية من المعمل إلى الحقل. فليتفضل الدكتور أحمد حسني. الدكتور أحمد اعمل عرض بقى السكرين. شير سكرين. شير سكرين. معانا الدكتورة إيمان توفيق من معملنا في حلوان زميلتنا الشابة.
هي برضو أهلا مشكلة وسهلا بحضرتك يا دكتور. مهتمة بالتشك والشعر والهندسة الوراثية. أنا بعد إذن حضرتك وعملت ميوت أول، الدكتور أحمد افتح من عند حضرتك المايك. أيوه اتفضل يا فندم، شير سكرين بعد إذنك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا برحب بحضراتكم جميعا وبشكر الدكتور عبد الفتاح للسماح لي وأن يعطيني الفرصة علشان أتقابل مع حضرتكم في هذا الاحتفالية العظيمة، وإن شاء الله تكون أمسية علمية ممتعة مع حضراتكم. أكرر شكري للجنة المنظمة، وأكرر شكري للدكتور عبد الفتاح، وأكرر شكري لجميع الحضور، وأبدأ حديثي مع حضراتكم بإني أهنيكم بالمولد النبوي الشريف، وكل عام حضراتكم بخير. ال artificial seeds from lab to farm. امتى وازاي وليه بعمل الارتفيشال سيدز؟ بعملها ازاي وبعملها امتى وامتى تبقى متطلب يعني. بدايه الارتفيشال سيدز جزء من البلانت تيشو كلتشر. طيب هو ليه انا احيانا بلجأ ان انا اقول لازم هعمل بلانت تيشو كلتشر؟ بلانت تيشو كلتشر بيبقى متطلب احيانا في بعض النباتات. بلانتس ار بروباجيت باي النباتات اللي هي زي الموز وخلافه، وانا دايما يعني هركز هنا على الموز شويه لان هو مثال عمليه الارتفيشال سيدز ومثال بالنسبه للتيشو كلتشر تكنيكس. والنباتات اللي مثله بناخد البروباجولز او البروباجولز او الحاجه اللي انا بنقل بيها النبات من مزرعه لمزرعه، فده بتعمل نقل للفانجل باثوجين والنيماتودا والفيروس وكل الباثوجينز الموجوده في التربه بتنتقل مع نقل هذا النبات. هذه النباتات يبقى غالبا النباتات اللي زي كده لا، الافضل ان يعني ان يصف لها تصريف ثاني غير التراديشنال كالشر. من ضمن الحاجات اللي بلجأ فيها عموما ان انا اقول ان التيشو كلتشر تكنيكس اصبحت ضروره في السيدلس بلانتس، وده عندنا عدد كبير من الايكونوميك بلانتس والنباتات مهمه كتيره جدا، يبقى اصلا ما بتنتجش بذور. وعلى سبيل المثال برضه زي اللي انا بقول الموز برضه احيانا بيبقى انا محتاج في بعض النباتات بالذات لو فيجيتيف بروباجيشن بلانتس بيبقى محتاجه في الجين بانك مساحات كبيره قوي، يعني زي الموز برضه انا لو هعمل مثلا جين بانك الموز والفرايتس وكلام كده محتاج مساحات كبيره. طب انا ليه اعمل المساحات الكبيره طالما ان انا استطيع ان اختزل هذه المساحات في شويه اطباق على رف او شويه سيدز زي ما احنا هنعرف دلوقتي كم بذره كده يتحطوا في برطمانات جنب بعض لكل كالتفرز، وبالتالي هنا محتاج التيشو كلتشر. النباتات اللي هي عندها مشاكل في الاكسار نسبه الجرمينيشن فيري لو، بتعاني من الامراض بشكل كبير نتيجه لزراعتها في التربه، هنا يبقى لازم ادور على تكنيك جديد، وبالتالي هنستخدم تكنيك مزارع الانسجه. المهم بقى في اللي جاي امتى بيبقى التيشو كلتشر يعني مفيش مفر منه؟ عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه بعد اذن دكتور احمد، انت بتحرك الشرايح ولا ما حركتش ولا شريحه؟ لا لسه ما حركتش الشريحه. طيب كويس. استاذن لك يا دكتور احمد اعملها سلايد شو بعد اذنك. اعمل فول سكرين اللي هي سلايد شو تحت اللي جنب. ايوه هي دي تمام. المهم جدا في الموضوع ده اللي هو جينيتيكال انجينير بلانتس والهايبرد. هنا يعني هتوقف عند النقطتين دول. انا لما اجي اعمل جين ترانسفير او اي حاجه، يعني انا بنقل جين بعمل موديفيكيشن،
بعمل موديفيكيشن لجين معين او حاجه زي كده، اللي بيلزمني في هذا اني انا لازم انقل الجين ده لسنجل سيل اللي هو سيل كلشر، او بنقله لبروتوبلاست البروتوبلاست كلشر، او انقله لنسيج اللي هو التيشو كلشر. اذا ما كانش النبات اللي انا عايز اعمل له جين ترانسفير عنده بروتوكول مسبق للتيشو كلشر، يبقى اللي انا بعمله ماليش قيمه في هذا. يعني مثل هذه الحالات كل الجينيتيكال انجينير دي بلانتس لازم جزء اساسي فيه قبل ما اعمل نقل واعمل كل المحاولات المكلفه دي، المكلفه وقت ومجهود وفكر، يبقى لازم يكون عندي بروتوكول كامل للنبات ده ان انا اقدر ارجع الخليه او البروتوبلاست او النسيج لنبات كامل. القصه كمان بتبقى ضروريه جدا في السوماتيك هايبريدز او الهايبريدز بلانتس. السوماتيك هايبريدز يعني انا لما بعمل هايبريدز مثلا بين زي الهايبريد المشهور البوتوميت اللي بين البطاطس والطماطم، اللي هو زي ما الناس كانت اتكلمت عليه كتير ان ده بيديني بطاطس في الارض وبيديني طماطم فوق. لا، لو النبات يعني معظم هذه النباتات الهايبريد واحيانا بيبقى تريبل هايبريد، والتريبل هايبريد ده ما اقدرش اعمله بالطريقه التراديشنال. يعني انا ممكن اعمل تريبل هايبريد، يعني تريبل هايبريد يعني اهجن نبات في نبات في نبات في نفس الوقت. لكن المشكله في هذه النباتات، هذه النباتات كلها تبقى تقريبا سيدلس بلانتس. عشان منها اكسار ومالتيبليكيشن لازم استخدم لها التيشو كلشر، او نستخدم لها اللي انا بقول عليه اللي هو الارتفيشال سيت. يبقى اذا شغل التيشو كلشر هو ليست رفاهيه في بعض الحالات. يعني شغل التيشو كلشر اللي هو جزء منه الارتفيشال سيت احيانا، وبالذات في الجينيتيكال انجينيرد بلانتس والسوماتيك هايبريد بلانتس، لن يكون هناك هذه النباتات واكسار هذه النباتات بدون المرور على التيشو كلشر او الارتفيشال سيت. ايه الادفانتج بقى، الادفانتج اللي هي بتديهاني شغل التيشو كالشر؟ عندي كذا حاجه. يعني النبات اللي منتج بالتيشو كالشر سواء ارتفيشال سيتس او جنرال تيشو كالشر بيبقى ليه عده مميزات زي اللي شايفينها حضراتكم. هاي جروس، الجروس بتاعه بيبقى كويس خالص، المالتيبليكيشن ريت بتاعه بيبقى ممتاز، الفيسيولوجيكال يبقى يونيفورميتي في فري اوف ديزيز النباتات كلها، لان هي اصلا بدات من نسيج معقم اصلا، وبالتالي تبقى يبدو ان حضرتك حركت الشرايح يا دكتور. حركت الشريحه. طب حاول لان هي ما اتحركتش، لا زلنا في الشريحه الاولى. لا يا فندم، الشريحه اتحركت يا دكتور. طب ما اتحركتش كده ظهرت الثانيه؟ لا 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 مظبوطه. طيب خلاص الشريحه مظبوطه، يعني يمكن ما في ديلي عند حركه ولا حاجه دكتور عبد الفتاح، لكن هي ما بتتحرك. يعني دي عند انا بس مش عند ده عند حضرتك بس، مفيش مشاكل. رابيد بروباجيشن في نيو سيلكتد هايبريد كالتيفرز، لو عندي يعني سيلكتد هايبريد وعايز اعمل له يعني محاوله او عن طريق الجينيتيك انجينيرنج او خلافه، اصبح عندي هايد او اصبح عندي سيلكتد لاينز، ازاي اخلي بدل ما يبقى ده شوت واحد، ازاي اخلي الشوتس ده كتير جدا بدل ما هيبقى هو واحد. مالتيبليكيشن اوف ارتفيشال بروديوس بلانت، اي نبات منتج بطريقه غير تقليديه يبقى ما فيش حل غير التيشو كلشر. بلانتس هاد النباتات اللي منتجه النباتات المنتجه في التيشو كلشر في نباتات كتيره جدا بتبقى ارخص من الطبيعيه على سبيل المثال. يعني في النباتات كتيره زي الموز لان هي مربحه جدا. الميزه كمان التيشو كلشر بيدينا ايه؟ الفيلد كله بيبقى ذا سيم ايج، وده بيوحد لي التايم بتاع الفلاورنج وبتاع الهارفستنج، وبالتالي ان انا بعتمد على المنتجات النباتات المنتجه بالتيشو كلشر بتفوق بمراحل جدا المقابل ليها المنتج بطريقه البذور او الطريقه التقليديه. بالنسبه للموز طبعا الفيجيتيتيف، نقل الموز او نقل النباتات عن طريق الفيجيتيتيف ده بينقل معاها امراض كتير، وبالتالي بيبقى اليلد بتاعها مش كويس، والكواليتي بتبقى المعروف دايما نباتات التيشو كلشر بيبقى اليلد بتاعها كويس والكواليتي بتاعت الفروت بتبقى كويس. طيب علشان نعمل بقى يعني انا هاخد الشريحه اللي قدام حضراتكم اللي هو الصوره اللي في النص ده، لو انا هعمل
سواء تراديشنال بروباجيشن بالنسبه للموز هاخد اللي هي الفسيله اللي بتاعت اللي هي الصغيره دي. لو هعمل تيشو كالتشر هستخدمها، بس زي ما انا قلت قبل كده ان انا لو في التراديشنال بروباجيشن ان انا لو خدت الفسيله دي هاخدها بالامراض الموجوده معاها في التربه، سواء حتى الويدز هتتنقل معاها. لكن انا في حاله التيشو كالتشر كبدايه، لان زي ما انا يعني احب ارجع امام حضراتكم ان الارتفيشال سيت هي جزء احد تقنيات التيشو كالتشر، فانا هاخد الجزئيه دي، هاخد اللي هو الصغيره دي وهصل للشوت تيب بتاعتها. الشوت تيب بتاعتها تبقى عليها طبعا الشيز بتاعت الاوراق، فتبقى ظاهره زي اللي الموجوده في البرطمان دي. شوت تيب اكسبلار. معلش يا دكتور احمد احنا اسفين، بس السلايدز ما بتحركش، واقفه كده. هي الشريحه اللي فيها الصور واقفه مش عارف. لا مش موجوده الشريحه، ما رحناش للشريحه اللي فيها الصور. شريحه اربعه مش موجوده. لا لسه موجوده شريحه اثنين كده، شريحة اثنين. طيب بعد كده ظهرت كده؟ لا لسه. طيب عموما انا هتكلم، اعتقد هتظهر يمكن التحميل صعب. طب هنتقل الى واحدة بعديها، ظهرت اللي بعديها؟ برضو لا للأسف. لا عند الكل انا عند الكل، ما فيش، ما اتحركتش. طيب طب لو رجعت للشريحه دي ظاهره يعني؟ الشريحه الثانيه بس هي الثانيه هي اللي ظاهره. يعني ممكن هي وات ار بلانز ذات ار نيد تو بروبري. طب دي واضحه الشريحه دي؟ طب استاذ حضرتك ممكن تعمل ستوب شيرنج وتعمل شيرنج من جديد. طيب يمكن ماشي. يمكن مهنج ولا حاجه، لان انا كده ما شرح مش ظاهره. ستوب شيرنج وبعدين الثاني شير سكرين. حضرتك واقف عندك اشرف وهذا عسى تل... طب انقل كده دكتور احمد، انقل بقى كده. طيب المهم اللي عايز اوضحه قدام حضراتكم، لان السلايد دي مهمه قوي. لو كنت حضراتكم الصوره اللي في النص ده اللي هو في عندي شجره موز وجنبها الفسيله الصغيره، الفسيله الصغيره دي هي اللي ممكن استخدمها في الاكسار العادي مالتيبليكيشن عادي، وهي نفسها هي اللي بستخدمها في التيشو كالتشر. في البرطمان دي الشوت تيب، ده الجزء اللي انا باخده وعقمه علشان ابدا بيه الارتفيشال سيت او التيشو كالتشر بتاعت البنانه عموما يعني بتاعت. بعد فترة طبعا بشيل الشيز بتاعت الأوراق اللي هو الجزء الأبيض ده بيتشال، بيبقى في النهاية بتبقى الشوت مع الميديا المناسبة طبعا اللي هو غالبا بنسميها في هذا الحالة المالتيبليكيشن ميديا، فبيبقى الصورة اللي هي الثانية اللي فيها الجزء الأسود ده طبعا بيبقى الفينول كتير في الموز ومع الأكسدة والكلام، يعني شايفين في الصورة اللي فيها البرطمان بدل الفينول يظهر قليل قوي بقى اللون بني لما غمق بقى الشكل ده. لكن شايفين حضراتكم في عدد كبير جدا من الشوتس طالع من الشوت تيب دي. ده البدايه بقى، يعني علشان اعمل ارتفيشال سيدز لازم اوصل في النهايه الى تيشو كالتشر كويس للنبات اللي انا هعمل منه الارتفيشال سيدز. السلايد الثانيه اللي جايه دي اتمنى تكون واضحه قدام حضرتك. واضحه يا فندم، واضحه. طيب عظيم، هكمل بقى الخطوات في يعني. طب الخطوات اللي هي موجوده ايه الستيبس بقى اللي انا بعملها في هذه الحاله اللي انا بستغنى عنها او بستغنى عن جزء كبير جدا منها في الارتفيشال سيت؟ اولا احنا قلنا يعني متطلب من متطلبات التيشو كالتشر عموما ان انا باخد باثوجين فري ماتيريال، يعني يبقى لان البدايه في اول خطوه بالنسبه للمايكرو بروباجيشن او التيشو كالتشر عموما لازم يبقى عندي اكس بلانت للجزء النبات اللي انا بستخدمه، يبقى لازم اعمل له ديسانفكشن، لازم يبقى فري من كل من البكتيريا ومن الفطريات ومن خلافه، فلازم اعمل ديسانفكشن كويس خالص. وبعد كده بعمل اندكشن اوف روت فورميشن اللي هو شفناه في السلايد اللي فات، اندكشن اوف شوت فورميشن. لما عملت اندكشن اوف شوت فورميشن احيانا بعمل استابليشمنت اوف شوت فورميشن، لان
عمليه الاندكشن بتاعت الشوت فورميشن احيانا بتبقى عايزه هرمونات معينه بتركيز معين، لكن الاستابليشمنت اوف شوت فورميشن ده بيبقى محتاج ميديا تاني. في نباتات بتمشي على نفس الميديا، ومنهم الموز. الموز بيمشي بيعمل الاندكشن والاستابليشمنت على نفس الميديا، لكن في نباتات تانية حتى في الروت اندكشن، يعني ممكن احيانا اعمل، يعني ممكن استخدم الاوكسجين مثلا علشان اعمل اندكشن للروت، بس وجود الاوكسجين بعد كده هيبقى عندي مشكله في ان الروت تتكون بالشكل السليم. وبالتالي احيانا في الروت اندكشن والشوت اندكشن بحط هنا مرحلتين مختلفين، يعني بعمل اندكشن ثم استابليشمنت. اولا بعمل اندكشن اندكشن واستابليشمنت للشوت، وبعد كده بنتقل لمرحله تانية اللي هي اندكشن والاستابليشمنت لور. وبعد كده بقى انتوا عارفين طبعا حضراتكم النباتات وهي موجوده داخل الاناء بتاعت التشكشر بيبقى الهوميديتي 100%، الكيوتيكل بتاعت الليبس بتبقى مش متكونه كويس، الروتس اللي حضراتكم شايفينها حتى في البرطمان ده احيانا كتيره يبقى الروتس دي ما استغلتش اصلا داخل، يعني النبات اللي هو في البرطمان ده او في الطبقه التشكشر الروت ده لم يستخدم، هيستخدم فيه ده هو شكل بس. المشكله كمان بيبقى ما فيش لينك احيانا بين الوعاء الخشبي بتاع الستم بتاع النبات والروت، يعني مفيش لينك بين الروت وبين الستم، فبالتالي الروت اللي احنا شايفينه احيانا بيبقى شكل. وبالتالي ان انا بحتاج يعني استابليشمنت كويس للروت، ثم انتقل بعد كده للاكلماتيزيشن اللي هي الاقلمه. بعد ما يتاقلم اقلمه النبات دي ممكن حسب النباتات، يعني عندنا بالنسبه للموز في مشاكل فيها بنحلها الحمد لله، عندي بقى يعني حاجه جديده في الموضوع ده، لكن الاقلامه دي قد تمتد في بعض النباتات لشهرين، وفي نباتات تحتاج ثلاثه، في نبات طبعا زي الموز يعني اخفهم شويه ممكن يحتاج الى ثلاث اسابيع، وبعد كده بنقل النبات للتربه. كل الخطوات يعني بعد الاقلامه، الاقلامه زي ما انتم شايفين في الصوره اللي هو من اعلى النبات الصغير اللي هو في الكوبايه الصغيره دي، عمليه الاقلامه تمت، الاقلامه بننقله في بوتس اكبر، وبعد البوتس الاكبر دي بنقدر يعني هو الروتينج، وبعد الروتينج بنعمل الاقلامه في الكوبايات الصغيره، وبعد كده خلاص بعد يعني على حسب النبات بعد شهر بعد خمس اسابيع ست اسابيع النباتات تختلف. الموز قد يكفيه ثلاث اسابيع، وبعد كده بننقل، وبعد كده ننقل في التورب. ده الخطوات العاديه. طب ايه ميزه الارتفيشال هنا سيتس بقى؟ انا بقدر الخص الخطوات دي بشكل كبير جدا. ليه بشكل كبير جدا؟ يعني عندي الخطوه رقم 2 ورقم 3 اندكشن اوف شوت فورميشن واستابليشمنت اوف شوت فورميشن، وعندي اندكشن اوف روت فورميشن واستابليشمنت اوف روت فورميشن والاكلماتيزيشن، وبعد كده ترانسفير تو سويل. الايم او التارجت من الارتفيشال سيد ان اخد اللي عامله صناعي ده سواء بالتشوكالشر او ناتج الجينيتك انجيرينج او ناتج البروتوبلاست فيوجن السوماتيك هايبريدايزيشن، اخده وانقله في التربه على طول، يطلع شوت ويطلع روت. هكرر السلايد دي في غايه الاهميه، يعني بتبين يعني هو طبعا في مشاكل ما زالت في الارتفيشال سيدز الى هذا، ليس في معملي فقط انما على مستوى العالم كله، ما زال يعني الانكم المطلوب لغايه دلوقتي، وانا هعرض الكلام ده قدام حضرتك، المشاكل دي وعدد الخطوات الكبيره الثمان خطوات دول، انا عايز احط جزء نباتي، هذا الجزء النباتي احطه في التربه يديني الشوت والروت بدون المرور على اندكشن اوف شوت فورميشن ولا استابليشمنت للروت فورميشن ولا الاقلامه ولا ترانسفير للسويل، انا هحط اللي انا عايزه في السويل على طول. طيب يبقى اذا، لكن هنا علشان هو الموضوع ده طبعا موضوع تطبيقي، طالما هو موضوع تطبيقي يبقى لازم انا دلوقتي زي ما عارفين حضراتكم في اتجاهين في التشكل. الاتجاه الاولاني ابقى عايز اقلل الجينيتك فاريشن، ده زي اللي انا يعني لما انا اكون عايز اعمل ارتفيشال سيدز بيبقى الهدف بتاعي ان انا اقلل الجينيتك فاريشن، او اللي بنسموه ان جنرال المظله الكبيره بتاعت اللي هو السوما كلونال فاريشن. طبعا عارفين حضراتكم سوما كلونال فاريشن بتشمل على جينيتك فاريشن وابي جينيتك، في منها بيبقى ابي جينيتك.
طيب ال البروبلم هنا فين؟ انا بالنسبه للارتفيشال سيتي لا مش عايز سوماتيك فاريشن، انا عايز ترو تو تايب. يبقى معنى هذا ارجع لو رجعنا للسلايد اللي فاتت، ان انا علشان اعمل استابل يعني اعمل اندكشن للشوت واستابلشمنت للشوت، في بعض النباتات بتاخد وقت طويل بغض النظر عن الاكسبلانت اللي بديت بالتجربه. يعني دايما دايما الناس اللي بتاعت التيشو كلشر بيقول لك ان انا لو خدت شو تب او خدت بط يعني خدت مريست بجاز يبقى الفاريشن او القليل. لكن في هنا بنوازن بين حاجتين، يعني المستخدمين القصه ده بيوازنوا اولا ما دام النبات طلع من بيئته الطبيعيه ما تقدرش تقول مش هيحدث فاريشن مهما وفرت له من ظروف مناسبه داخل الكالشر. هذه البيئه بيئه صناعيه مش بتاعته، فبالتالي في فاريشن. طب انا لو عايز اعمل حتى مالتيبليكيشن بالطريقه العاديه لاي تشو مزروع او عايز استخدمه كارتفيشال سيدز، انا عايز اعمل اكسار. يعني لو شفت الصوره حضراتكم اللي هي بعد الفينو اللي هو الشوت تيب، انا طلعت لي 10 12 شوتس مثلا. ال 10 12 شوتس ده اول بنسميه جي زيرو، يعني لما انا هعمل سب كلشر بعد كده انا ممكن الشوت تيب دي بس على مده خمس ست نقلات هتديني مثلا، يعني مثلا قول 12 هيدوني 10 هيبقى دلوقتي 120، ال 120 اضرب في 10 هتبقى مش عارف كام. لو عايز اعمل ماس بروباجيشن يبقى معنى ذلك ان هعمل كذا سب كلشر. وجود الكذا سب كلشر دول شور ما بغض النظر عن الاكس بلانت اللي بدات بيه، حتى لو تروم ريستم هيبقى فيه فاريشن. اهم كان يعني لما نكون هنعمل ارتفيشال سيد المفروض بعد ما اعمل التيشو كلشر واظبط اشوف عدد السب كلشر اللي هو الجينيتك فاريشن هيبقى فيه قليل، وفي نفس الوقت احسن كونديشن الكونديشن دي اللي تخلي الجينيتك فاريشن قليل. يبقى بالتالي قبل ما اعمل علشان انتج بذور هذه البذور ترو تو تايم، يبقى معنى ذلك لازم استبعد زي ما عارفين حضراتكم الهرمونات نفسها بالتركيزات، تركيزات عاليه تركيزات منخفضه بغيره هتعمل جينيتك اللونج تيرم كالشر زي ما بقول حضرتك يعني لحضراتكم. يعني انا لو سبت النسيج ده every 3 weeks بعمل له 3 sub culture، يبقى هنا مور سيف على ان انا اسيبه 6 7 8 اسابيع. اللونج تيرم كالشر ده بتعمل لي ايبيجينيتك فاريشن وثم كلونال فاريشن ومنها بيبقى الجينيتك فاريشن. وبالتالي كله ده علشان اعمل ترو تو تايب ارتفيشال سيد لازم استبعد. وبالتالي المعمل اللي بيشغل ارتفيشال سيدز لازم يكون عنده وسائل يستطيع من خلالها ان يستبعد السوماتيك فاريشن او الجينيتك فاريشن. يعني على سبيل المثال لو شايفين حضراتكم التو سلايدز ده، السلايد اللي هو فيها الروتس دي على الذره، بس بعد كام بقى ده السورجم اللي هي فيها الروتس دي، ده صوره من السورجم كانت نشرت من فتره. بعد 30 سب كلشر دول كانوا لمده سنتين، ال 30 سب كلشر النبات وصل في النهايه مشوه، وده كان المستهدف من التجربه حقيقي، لونج تيرم فيري لونج تيرم او تو لونج تيرم كلشر. والنهايه بدات النباتات كلها تدي كلرلس، يعني الكلوروفيل ما بداش يتكون. الناحيه الثانيه اللي هو الموز بقى بعد 17 سب كلشر هتبص تلاقي لو شفت الصوره الاولانيه اللي هي كان فيها الانيشيشن والصوره اللي كانت في البرطمان هتلاقي النبات شكله سوي شكله ممتاز. هنا بقى فقدت الكنترول على الجينات الموجوده بالذات الجينات بتاعت الديفرنشيشن، وبالتالي النباتات هتلاقوها بعد السب كلتشر الذره كان مور ستيبل عن الموز في هذا، وبالتالي قدرنا نمشي معاه لغايه لما وصل لل 30 سب كلتشر. بالنسبه للبنانا زي ما حضراتكم شايفين بعد 17 سب كلتشر لا الموضوع بقى المهم برضه ايه، يعني بالنسبه للتيشو كلتشرست او الناس اللي هم بيشتغلوا على الارتفيشال سيدز والبايوتكنولوجي والتطوير بتاعه بيبقى محتاج مولوكولار تولز علشان يقدر يحكم على الجينيتك فاريشن. مولوكولار تول قد تعملها بحاجات بسيطه في معامل بسيطه زي ممكن تقدر تكشفها، وان كان اكتشافها بالايز انزيمز بيبقى يعني رير ما اقدرش اعتمد قوي وعايز عدد كبير قوي من الايزو انزيمز او السبيسيفيك بروتينز اللي انا بعمل له ديتكشن. ممكن تبقى احسن لو عملت
كل ما كتر عدد البندات وكل ما البرودكت اللي عندي بيبقى اليلد فيه كبير جدا، اقدر اوصل الى دي. يعني احنا لو شفنا هنا ده الاس دي اس بيج، الاس دي اس بيج لو شايفين الصوره لا واضح ان في حاجات فيها فاريشن، وبالتالي لا يبقى انا ده لو عملته ده برضه ايه يعني بعد 17 سب كلتشر كتير. الهندي ده احد اصناف البنانة، ده لا خلاص ده لا يبقى انا ما ينفعش اجي بعد 17 سب كلتشر علشان اعمل ماس بروبيجيشن باستخدام الارتفيشال سيدز، لا ما انا كده هيبقى الاشجار اللي طالعه اللي هتوصل للمربي عندي في الفيلد لا هيبقى فيها فاريشن كبير جدا، والمربي ما يحبش كده. احنا قلنا احد الميزات بتاعت التشو كلتشر يبقى فيه يونيفورم في الفروتينج، وده بيدي ميزة للمربي ان بيحصد في وقت واحد، بيبقى ده ميزة بالنسبة له في التسويق. المهم بقى يعني برضه يعني بالنسبة للتقنيات البلوكر اللي بتعتمد على البروتين قد ممكن استخدمهم وممكن تبقى تدي نتيجة، لكن انا لو عايز نتيجة حتمية طبعا لازم اسيب التكنيكس اللي هي بتعتمد على البروتين واستخدم التقنيات اللي بتعتمد على الدي ان ايه سواء باشكالها المختلفه كلها تنفع كلها تنفع. كلها طبعا ده ابسط واحد اللي قدام حضراتكم ده اللي هو الرابد، يعني ده ابسط تقنيه فيهم، لكن لو استخدمت الاس اس ار هتبقى افضل، لو استخدمت الاي اس اس ار بيدي صور احسن من كده. اللي انا قصدي ان انا بجيب بقول ان يعني ابسط التقنيات التي تعتمد على الدي ان ايه هتبقى افضل بكتير من التقنيات اللي بتعتمد على البروتين. اقدر من خلالها زي ما انتم شايفين حضراتكم بعد 17 16 لا الدنيا متلخبطه خالص ما ينفعش. صحيح في زي البرايمري الاولاني يعني لو بصيتوا فيه هتلاقي ما فيش فاريشن، لكن لو بصيت على التو برايمرز الثاني اللي انا عايز اقول ان انا علشان اعمل ارتفيشال سيد وابقى اكون مطمئن مع المربي ان هيقبلني كمنتج، وخاصة ان ده منتج جديد، فلو انا عايز اسوق هذا المنتج الجديد لازم اعمله ثقة، لازم المربي او اللي هيستخدم المنتج اللي انا عامله في المعمل سواء كان معمل برايفت او معمل حكومي لازم يبقى فيه نوع من الثقه. الثقه دي لازم استبعد اللي احنا بنسميه الجينيتك فاريشن او السوما كلونال فاريشن، ده اللفظ بحب نطلقه بشكل كبير قوي على منتجات التشو كلتشر. هنا ده برضه الاي اس اس ار هتلاقوا ان يعني اي تقنيه هتلاقي هنا في عدد الفاريشن كبير جدا باستخدام البرايبرات المختلفه، يعني الاي اس اس ار بتبقى افضل من الرابت بشكل كبير قوي. في معظم النباتات اللي جربتها حقيقي كان الاي اس اس ار والاس اس ار كان بيبقى احسن من الرابت بشكل كبير. المشاكل اللي تقابلني برضه تاني كتيره قوي اللي هي المشاكل الأقلمة، يعني في نباتات أنا اتعاملت معها كانت وعملت لها artificial seeds برضي وكان برضي فيها مشكلة اللي هي الجوجوبا، يعني الجوجوبا مشاكل الجوجوبا في الروتينج، يعني الجوجوبا الروتينج أتمنى حضراتكم سامعيني مش كده؟ سامعين يا دكتور. في نباتات بيبقى مشكلتها في الروتينج، في مشكلة الألهاجي براكورا المشكلة بتاعت انت عارفين الإكسار بتاعه بيبقى اللي هو بالرايزومز كده الرايزومز الزاحفة، لما تيجي تعمل يعمل الهاج ده يعمل روتك كويس قوي على الارتفيشال ميديا. مشكلته بقى ان هو الروتينج تيجي تنقله للتربة الأقلمة صعبة جدا فدي احد المشاكل. في نباتات الاقلام هتنفع فيها كويس قوي يعني السورجوم اللي شفتوه حضراتكم بالنسبه التوميت عدد كبير جدا، السلونيسي كلها الاقلام بتاعتها حلوه لكن في نباتات لا عندها مشكله في الاقلام. بالتالي يعني التيشو كلتشر ما اقدرش اقول عليه تقنيه خاليه من المشاكل لا اطلاقا. يعني عندي في مشكله تاني يعني واحنا عندنا في المعمل درسناها ان النباتات سريعه النمو زي المورينجا مثلا، عارفين حضراتكم الاشجار سريعه النمو زي المورينجا، بمجرد ما بتنميها ودي فيها مشكله في الاقلامه وفي الروتينج الاثنين
يعني ده نبات ظريف جدا في التيشو كلتشر. بس مشكلته بتعمل ايه؟ لما انت تيجي تعمل الروتنج بتلاقي ان قبل الروت ما يظهر تبقى في كلص موجود على الستم، على البيز بتاعت الستم في كلص، والروت بيطلع من على سطح الكلص، فيبقى مفيش لينك بين الستم وبين الروت. حتى بمجرد ما تيجي تطلعه يعني بعد ما تعمل روتنج علشان تطلعه وتعمل له اقلامه بتلاقي نفسك سبت الروتس في الميديا. الحاجة التانية بتبص تلاقي كمان حتى لو استخدمت حاجات تمنع تكوين الكلص علشان الروتس يبقى ان كونتاكت مع الستم على طول، بتبص تلاقي النبات يبقى مليان مية لان في ستريس، لان هو بمجرد ما ينمو بسرعة بيستهلك الاكسجين، البرطمان بيبقى مقفول او الكالشر بتاعتك بتبقى، فبيستهلك الاكسجين. اول ما يستهلك الاكسجين بتلاقي الاسيلين زاد، اول ما الاسيلين زاد بيعمل توكسيسيتي بالنسبة للنبات المزروع. فتبص تلاقي النبات مليان مية، بمجرد ما تطلعه من البرطمان وتروح تعمل له اقلامة تلاقي النبات مات. صحيح هذه قدرنا نتحكم فيها عن طريق الانتي اسيلينز وكلام زي كده، ان بتوقف الانتي اسيلينز فبالتالي بتوقف ما بتخليش الكارج. اللي قصدي اقول ان النباتات يعني التيشو كلتشر في عنده هو مش يعني مش كل مش تقنيه سهله، مش تقنيه سهله. في بعض النباتات سهله، في بعض النباتات تاني لا، في مشاكل الناس اللي بتشتغل عليه لازم تعرف ازاي تعالج هذه المشاكل. لكن كل المشاكل اللي انا ذكرتها كلها، انا لو عندي اقدر احط حاجه من النبات واخليها انقلها للتربه وتعمل شوت وروت، فخلصت من القصه دي كلها. خلصت من الاسلين برودكشن، وخلصت من الاكسجين ستريس، وخلصت من الاقلامه، وخلصت من خلصت من حاجات كتيره خالص، وخلصت من ان انا اطول اعمل لونج سب كلشر، لان او اعمل اللونج كلشر. لونج كلشر معناه ان النبات مش هيقعد بحاله، النبات اكيد هيحس في فريق. كل ده لو انا قدرت اعمل الارتفيشال سيدز يبقى قدرنا نخلص من جزء كبير جدا من مشاكل التشو كلشر. هنيجي بقى نتكلم عن الارتفيشال سيدز. الديفينيشن الافضل ما اقولش عليها ارتفيشال سيدز. طب ليه؟ الشريحه اللي قدامكم بتجاوب. هو على فكره الموضوع ده اول واحد كان ذكره الراجل ده اللي اسمه مرشيجا، ده مشهور قوي عندنا في التيشو كلتشر، لان افضل ميديا هو كان مشارك فيها اللي هي الام اس ميديا. الراجل ده هو اللي عمل. الراجل ده اللي باع طويل يعني، يعني لا اعتقد في بيبر بتتعامل في التيشو كلتشر ما تذكرش اسم الراجل مرشيجا. هو ما عملهاش، لكن قال ان ممكن تتعامل حاجه بذور صناعيه سموها ارتفيشال سيدز ايامها. ولكن انا هرجع دلوقتي اقول ليه لا يفضل ان نطلق عليها ارتفيشال، المفروض نقول عليها سين سيد. طب ايه سين جايه من سينثيتك سيد. طب وليه فضلت اقول سينثيتك سيد؟ علشان ما اخلطهاش بالسيدز العاديه، يعني خلينا بعيد اقول سين سيد. اهو اللي عارف السين سيد يبقى سينثيتك، يعني حاجه صناعيه بس ما اقولش عليها ارتفيشال. الكلام ده كان قاله في البدايه من سنه، يعني القصه كلها جديده. اول واحد اشار لهذا الموضوع كان سنه 1978 اللي هو الراجل مرشيجا. بس هو وصفها طبعا لان ما كانش حد عمل حاجه قبله، قال ان احنا لو خدنا السوماتيك امبريز، والقصه دي قصه احد مجالات التيشو كلتشر اللي هو ايه، ما انا التيشو كلتشر عندنا زي ما عارفين حضراتكم في كذا كذا طريقه، وانا يعني في الحته دي يمكن نشرت ابحاث كتير قوي ازاي توجه النسيج زي ما انت عايز. ولذلك هنا لما بيجي بنعلم الشباب بنقول له في التيشو كلتشر حاول تتفاهم مع النبات، كلمه لازم يرد عليك. ايه الوسيله اللي بتكلمه بيها؟ انت بتكلمه في البدايه اهم حاجه وسيله بنمسكها اللي هي الهرمونات. انت عايز ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ امتى تبقى معايا كويس؟ كله ده انا برضيه علشان لو انا عايز اعمل ارتفيشال سيت برضيه علشان ما يعمليش مشاكل في الجينيتك فاريشن. فطيب
احد الاتجاهات، ولذلك انا ممكن اخلي النسيج يطلع يديني شوتس بس بتركيب هرمون معين اخليه يمشي في الاتجاه، في ممكن بتركيب هرموني تاني اخليه يعمل كلس، بس تركيب هرموني ثالث اخليه يديني شوت بس، تركيب هرمون رابع اخليه ما يميل ناحيه الشوت ولا، لان ايه لو انا عايز غالبا ده معروفه بالنسبه للسبيشاليست كلهم ان لو عايز روتين بزود بخلي الريشيو يميل ناحيه الاوكس، اي اوكس النباتات بتختلف من واحد يحب ده والتاني يحب التاني ولا كده، لو عايز شوتس بخلي الريشيو يميل ناحيه الكاينيتين والسيتوكاينينز والقصه دي كلها. طب في حته في النص لو لعبت عليها ممكن يدينا اتجاهين، بيدينا كلص عادي والكلص بيبقى ليه اشكال، قد يكون كومباكت اجي اعمل له ريجنريشن ما يعملش ريجنريشن، قد يكون فرايبل خالص اجي اعمل له ريجنريشن، وفي شكل معين بيبقى زي الجل ده بيدينا السوماتيك امبر. السوماتيك امبر وميستو بيبقى فيه الانيشيشن بتاعت الروت وبتاعت الشوت. فالراجل ده قال طالما كان طبعا الناس بدات تعمل سوماتيك امبر ايام هذه، فقال لك طب انا لو خدت السوماتيك امبر يبقى عندي ما عنديش مشكله، انا عندي الشوت والروت جاهزين اهو، يبقى ايه اللي ناقصني اللي هو الاندوسبيرم او الماده اللي تغذي الجنين اللي هو السوماتيك اللي انا طبعا عارفين سوماتيك، لان ده بيبقى قطعه من الليف او الستم او من الكوتيليدون، كل نبات يعني بفضل احيانا بيبقى من الكوتيليدون، في ناس بتستخدم الليف عشان تكون السوماتيك، اي قطعه من النبات تنفع سوماتيك، بس طبعا تختلف من نبات للتاني. ما دام سوماتيك يبقى عندي بدايه الروت وبدايه الشوت، يبقى انا عايز اللي بيغذي لي الامبريو ده اللي هو سينثيتيك امبريو او السوماتيك امبريو اللي جاي من نسيج جسدي، فانا بعمل له حاجه تغذي، يبقى نجيب الامبريو ده واحيطه باللي يغذيه، فبالتالي اقدر اخلي الجنين ده ياخد اللي عايزه عشان ينمو يكون لي شوتوره، ده اساس التشو كلتشر زي ما قالوا الراجل الاولاني. يبقى في التعريف الاولاني اللي ظهر بالنسبه للسين سيد بقى او الارتفيشال سيد او السينثيتيك سيد، يعني كل واحد بيقولها، لكن هي الافضل طبعا السين سيد، اني اعمل سوماتيك امبريو وبعد كده اغلف السوماتيك امبريو بنيوترينتس، بحط له المغذيات وكل اللي هو عايزه احطه له. هنمر على الكلام ده. اول مره كان ظهرت السين سيدز دي كانت سنه 1987 عن طريق واحد اسمه جري. في واحد تاني في نفس السنه بروبوز سين سيد او سينثيز اوف سين سيد ذير انكابسوليشن، انكابسوليشن يعني لازم احطه في كبسوله، الكبسوله اللي هم بنقول عليها بعد كده هو ارتفيشال اندوسبرم، اعمل له كبسوله احميه، حط له اللي عايزه كمغذيات علشان لما يجي ينمو يلاقي اللي هو عايزه، فيا انكابسوليشن اوف ان فيترو درايفد، اي حاجه بقى مش ضروري السوماتيك امبريو، ممكن نان امبريوجينيك اكسبلانت. بمعنى هنا ايه؟ يعني الراجل ده قال لك وليه نربط السنسيد دي بسوماتيك امبريو؟ ليه؟ طيب الراجل ده كان افضل بكتير من مورشيجا، لان في عندي نباتات كتيره قوي ما اقدرش اعملها سوماتيك امبريو، ولو عملت على فكره السوماتيك امبريو من ضمن الحاجات هو ايه؟ بص ان جنرال، ان جنرال لو انا عملت دايركت احنا اتفقنا في البدايه ما اقدرش امنع، وخاصه على اللونج سب كلتشر او اللونج يعني المالتيبل سب كلتشر او اللونج بيريودز على الارتفيشال ميديا دي، وانا اوقف السوماتيك فاريشن صعب، صعب جدا مش هيحدث. لو عايز يبقى اقلل السب كلتشر، لو عايز يبقى يعني في طبعا وسائل اقدر احد منها، المهم انا اتكلمت في هذا الموضوع، لكن الطريقه بتاعه انتاج السوماتيك دي طريقه اصلا طويله، بتاخد النسيج النباتي قطعه من الليف من الكوتليد من الستم من الهايبوكتايل من الهايبوكتايل اني هاو، هتاخد القطعه دي وبعد أه.
دكتور أحمد، السلام عليكم. دكتور أحمد، دكتور أحمد، اللي أنا عايزه ممكن أعمل من الخلص. الصوت بيقطع عند حضرتك يا دكتور. دكتور أحمد اطمئن إن الصوت ماشي. هو فاتح بس واضح إن النت اللي فيه مشكلة. أوه ده بينه خرج خالص، ده خرج خالص. أنا موجود بس دكتور أحمد. هو يمكن عمل ستوب سكرين. هو كده ستوب سكرين، عايز يعمل تاني شير سكرين. ده رغم ان هي العمليه كانت لسه افكاري، قال لك لا طب ما نبعد عن السوماتيك امبريو علشان السوماتيك امبريو مشاكله كتيره، لان هيبقى الجيناتيك فاريشن في عيل. طب ليه ما نستخدمش مثلا البادز؟ ليه ما استخدمش الشوت تيب؟ بس هنا في عندي مشكله ان انا لو استخدمت البد او الشوت تيب ده مونوبول مش دايبول، لان الامبريو بيبقى دايبول عند الناحيه بتاعه الشوت والناحيه بتاعه الروت. لكن هو الراجل ده قال لا، يعني حتما علشان نعمم ونوسع موضوع الانتاج السين سيدز ده لازم نبعد او ما نقصرش العمليه فقط على السيميتيكال، لازم نتصرف نعمل حاجه نجيب حاجه نون امبريوجينيك، عايزين حاجه ما في يعني ما يكونش الاساس فيها او الانكابسوليشن الكبسوله اللي انا هعملها او الارتفيشال سيدز الارتفيشال اندوسبيرم اللي انا هعمله، مش عايز نخليه مقصور ان انا هحط حوالين السوماتيك، انا عايز احط حوالين حاجه تاني زي البادز. ولذلك هنا يبقى سنة 93 1993 بدأ الفكرة الثانية تبقى أكثر قبولا. يعني إيه؟ لأن كان الفكرة الثانية أكثر قبولا لها ما يبرر، لأن أنا لو خدت الشوت تيب هيديني دايركت ريجينريشن على طول، ده شوت تيب هيديني شوت، يبقى معنى ذلك أنا ما عنديش هنا مش خايف من الفاريشن، يعني لان السوماتيك امبريو مخيف اصلا، وده مشاكل النباتات كلها. يعني طبعا ممكن بطرق تقنيه عاليه جدا ومع الصبر طبعا احيد القصه دي، ممكن يعني انا ما بقولش زي ما عارفين حضراتكم في البيولوجي مفيش حاجه 100%، يعني مع الوقت ومع التجارب انا ممكن حتى النباتات اللي انا ممكن استخدم لها السوماتيك امبريو في انتاجها عن طريق التجريب عدد كبير جدا من المديات والمحاولات وغير في الفاكتورز وغير في الكونديشن اقدر احيد بشكل كبير الميوتيشن او السوماتيك فاريشن. لكن هو بدأ تظهر للالفاظ بعد سنه 93 ان السان سيدز دي حط لها سوماتيك امبريو، تحط شوت، تحط بد. في ناس قال لك ايه ده، في اجل انا خدت تشو مجموعه من الخلايا كده بس احط معاها ظروف بحيث اخليها تقدر تعمل روتس وشوتس مره واحده. على اي حال من الاحوال لما بدا سنه 93 يظهر عندي مصطلح تاني مصاحب برضه، كلنا عايزين نبعد كلمه السيدز دي، لان انا مش طبيب، القصه مش سيدز ناتجه من بولينيشن. فبعد هنا في الارتفيشال سيد، وزي ما قلت لحضراتكم الافضل نقول عليها سينسيت ما اقولش عليها جيرمينيشن. وبالتالي لما يكون واحد بادي، واحيانا يعني انا في شغل كتير بيجيني من مجلات الاقي مثلا واحد جيرمينيشن اوف سينسيت، لا ده طبعا لفظ لا يجوز ان باحث يقوله الا اذا كان باحث مبتدئ ومحتاج مثلا تصحيح بعض المصطلحات العلميه بنقول عليها كونفرجن، واحيانا نقول عليها ريجروس على فكره. يعني المهم بستبعد هنا كلمه جيرمينيشن، لان معيش اخلط دي في السيدز النورمال سيدز اللي هي ناتج من بولينيشن بتاعه النباتات العاديه. آه
يعني على سبيل المثال ده احد الابحاث اللي نشرتها عن السوماتيك امبيريوس من فتره كبيره من 2000 ده كان عن الخيار. طيب ده المراحل سوري زي ما شايفين حضراتكم يعني انا يعني دي كانت طريقه تعتمد على اللي هو ال 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 البذور الحديثة التكوين في ثمر في الثمرة بتاعت الخيار هو الصورة الصغيرة اللي من أعلى زي ما انتم شايفين حضرتكم باخد الجزء اللي فيه الامبريو بتاعت الخيار دي بعمل الامبريوجينيك ماس اللي شايفينه حضرتكم اللي هو بيبقى زي الجل كده يبقى له شكل معين ده معناه ان انا ماشي النبات ناحية السوماتيك يجي بعد كده السوماتيك امبريو على فكرة واكيد حضراتكم عارفين في كذا مرحلة اللي في النهاية اللي زي الكتابة المكتوبة دي وفي النهاية الطبقة اللي من تحت كله سوماتيك امبريو مكون نباتات لان السوماتيك امبريو ممكن تخليه يعني السوماتيك امبريو بدون ارتفيشال سيتي ما تقدرش تخليه يعمل نبات الا على السنسيتك ميديا طبعا يعني الثلاث صور اللي من فوق دول انا بمر عليهم ما اقدرش استخدمهم في الارتفيشال بستخدم الصوره اللي هي فيها ايه فيها شكل الامبريو زي التوربيد كده بيبقى تقريبا في تو كوتليدنز وبدا يظهروا بيبقى عامل زي التوربيد فعلا يعني النهايه بدايه التوربيد يبقى الانيشيشن بتاع التوربيد المرحله دي اللي هي ظاهره في الصوره اللي هي دي اللي ظاهره في الصوره دي لو حضراتكم شايفينها ده الاختيار الوحيد اللي انا اقدر اعمل له انكابسوليشن لكن ما اقدرش اعمل المرحلتين الثلاث مراحل اللي قبله ولا المرحله اللي بعده المرحله اللي بعده خلاص الامبريو ده خلاص الامبريو ده تحرر بقى وخلاص بقى نبات فخلاص ما ينفعش اعمل له انكابسوليشن المرحله اللي فيها الامبريو زي التوربيد الحته دي مش موجوده بقى انا لو خدت السوتيب بيبقى يعني الكولايز الحته صغيره لو خدت بد مثلا زي يعني مثلا الارتفيشال سيت بتبقى في التوت حلو قوي من البادز انتوا عارفين البادز بتاعت التوت بتبقى كبيره كده وكل في السلكس الصفصاف يعني ممكن البد ده ممكن انا استخدمه زي التوربيد كده لكن هو المشكله هنا بس بينه وبين الحاجات اللي انا بقول عليها في السلكس او في اللي هو البد ده بيبقى البد ده بيبقى صحيح هيديني شوت بس مش هيقدر يديني هيبقى وان بول مش هيبقى دايب لكن هنا في حالة السوماتيك امبريو لا طبعا بيبقى فيه دايب ايه هي الادفانتج بقى اللي هتدهاني استخدام السينسيد تكنولوجي مالتيبليكيشن اوف نان سيد بروديوسنج اقدر اعمل مالتيبليكيشن للنباتات اللي ما بتديش بذور اخليها بذور ولذلك يعني الموز طبعا مش كويس قوي في الحكايه يعني الموز مالهش بذر لا نخليله بذر مفيش مشكله الهايبريدز وخاصة لو كانت الهايبريدز دي يعني انتوا عارفين حضراتكم لو الهايبريد كان بين ريموت كومبينيشن بيبقى كله مش خصيب وبالتالي لو انا عايز اعمله لو عايز اعمل له سيدز يبقى مفيش حل غير السيد بروباجيشن اوف بوليبلويد بلانتس زي ما بقول لحضراتكم يعني التريبل هايبريد مثلا لو انا عايز اعمل هايبريد طبعا التريبل هايبريد اللي يمكن انتاجه بالبولينيشن التريبل هايبريد ده بعمله يعني بمسك لو عندي النبات الف وب وج اعمل الاول بروتوبلاست فيوجن بين الف وب وبعد كده بعمل كلس وبعد كده اعزل بروتوبلاست فيوجن اعزل بروتوبلاست ثاني وبعد كده اعمل له فيوجن مع النبات الثالث فممكن اعمل تريبل هايبريد يعني زمان انا عملت تريبل هايبريد بين السولانم نيجرا والسولانم تيبوروزا وليكوبرسكوم اسكولنتا عملت التريبل هايبريد ده مش ممكن طبعا في الطبيعه مستحيل طب لو عايز تعمل له مالتيبليكيشن وعايز تعمل له سيدز ما فيش حل غير انك تستخدم الاشجار زي الجوب اللي انا قلت عليه شويه في ميل وفي فيميل لو انت طبعا عايز تعمل سيدز للميل والفيميل وحده ما فيش حل غير انك انت تعمل برودكشن باسنفري بلانتس لانه طبعا ما فيش مشكله عايز سيدز خاليه من اي باثوجين يبقى ارتفيشال سيدز يعني
ترانسفير اوف بوسنيا فري بلانتس ماتيريال ذات كان بي ترانسبورت اكروس انترناشونال بوردرز. يعني انتوا عارفين في محظور، طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان في محاذير جدا ان انا انقل نبات، لا لو انا ارتفيشال سيد انا بقولها، يعني لو جيت هنقل سيدز عاديه بتلاقي محظورات، لا لو ارتفيشال سيدز معروف باثوجين فري فعادي ده، يعني الا اذا كان اللي على البوردر ده مش فاهم يعني، فممكن نفهمه. لكن ما دام القصه هنا يعني لو حدث في المستقبل تداول فعلا واصبح الفرع ده من العلوم ادى ييلد وانكم كويس، لا اول ما يجي على البورد هيقول له ده سين سيتس، هيقول له ويلكم ما فيش مشكله. الراجل اللي اسمه ستاندارد ده من اكثر الناس اللي الراجل ده انا قابلته وقعدت في معمله، هو ايطالي، قعدت في معمله حوالي شهرين، كنت فعلا قاعد معاه شهرين، لان الراجل ده اول يعني هو من هو طبعا عدد في ابحاث كتيره ليه، عدد الادفانتج بتاعت الارتفيشال سيدز يعني اكستشينج اوف استرايل ماتيريال فاست كوميرشاليزيشن على اساس انه ما عنديش اقلامه وما عنديش رابيد بروباجيشن اوف ديزرابل لاينز جينيتيك انفورميتيف اوف بلانت دايركت تو ذا بتستبعد الأقلامة ريدكشن سبيس اوف ستورج زي ما احنا قلنا، بدل بعمل للموز والنباتات اللي زي بعمل جين بانك عايز للفيلد 20 فدان 30 فدان، انا بعمله هنا في رف نص متر داخل وعلى فكره تدخلت مع القصه دي الارتفيشال دي، تدخل في الجين بانك مع الكراب ريزرفيشن هو الحفظ بالتبريد، يعني الحفظ بالتبريد دخل مع الارتفيشال او مع السنسيتس بشكل كبير جدا، يعني كله ده من قبل ان انا بعمل ريدكشن للسبيس بتاعت الاستورج. قصه الراجل اللي اسمه سردان من اكثر الناس اللي طورت ان هي تعمل الطبقه الخارجيه للسنسيتس، يعني لان معظم اللي كانوا عملوها قبله كانوا بيعملوها بدون طبقه خارجيه، وبالتالي كان عمليه هنا عمليه كان يبقى الريجروس بتاعها او خلينا نقول الجيرمينيشن مجازا بتاعها او الكونفرجن بتاعها، الكونفرجن بتاعها كان بيبقى فيري لو، فيري لو دون الطبقه الخارجيه، لان الطبقه الخارجيه دايما في البذره بتبقى النفاذيه بتاعتها قليله يعني. فلما انا احط السينسيدز في التربه بدون الطبقه الخارجيه الغير منفذه، بتلاقي النيوترينتس كلها اللي انا حاططها بيحدث لها يعني باص من الارتفيشال اندوسبيرم ده للسويل، وبالتالي يبقى النبات سواء كان اي قطعه من النبات محطوطه داخل الكبسوله، فقبل ما النبات اللي انا عامل له انكابسوليشن ما بياخدش فرصه ان هو يستفيد بالماتير اللي انا حطيتها له فيما سميته بالارتفيشال اندوسبيرم، فبيحدث لها ليكنج كده بسرعه، فبتلاقي نسبه الكونفرجن بتاعتها او الريجروس بتاعتها بتبقى قليله قوي قوي. فبالتالي الراجل ده كان ليه فضل جدا يعني بشكل كبير في تطوير لكن الحته دي انا لما جربتها بعد وجيت طبقتها هنا في المعمل بتبقى عمليه محضر مخاطر جدا جدا، لان لو عملت ستريس بشكل كبير وعزلت عدم النفاذيه بتاعت الطبقه الخارجيه دي بقت اكثر من اللازم، يبقى انت حكمت على النسيج المزروع من جوه ده بالموت، لان ما صحيح مش هيطلع ال الكالسيوم والمغنيسيوم والحاجات اللي انت حاططها له يتربى عليها او يكبر من خلالها بيعمل بروس من خلالها، صحيح مش ما في حاجه، ولكن مش هتدخل له ميه، وبالتالي هيبقى يعني الحته دي بالذات ما زالت لغايه دلوقتي عايزه شغل علشان نوصل لطبقه خارجيه مماثله. طبعا انتوا عارفين في ثقب اللي هو موجود في البذور العاديه زي الموجود في النقير ده اللي موجود في الفول كلام، انا هنا طبعا انا بغلف البذره كلها، وبعد زي ما احنا هنشوف دلوقتي عمليه الطبقه الخارجيه دي انا بعمل تفاعل على السطح، فالتفاعل ممكن يقفل الدنيا خالص، فبيخلي الترانسفير على البوردر ده بين
الارتفيشال اندوسبيرم وبين السويل تقريبا اتقطع. لو قطعت الترانسفير بين الميه وبين النيوترينتس الموجوده في الداخل بالتاكيد يبقى انا حكمت على النسيج بالموت. فبالتالي في قصص كثيره طبعا في السنسيتس لسه ما اتحلتش لغايه دلوقتي. الكونفرجن بقى ديسكرايب ذا برودكشن اوف جرين، يعني هي بتقول لك ايه ده، انا هنتج نبات جرين بلانتس ويز نورمال فينوتايب فروم سينسي. There are other terms that have been used but should instead be avoided when talking about sensi such as germination. يعني بيقول لك حاول تستبعد كلمه germination وانت بتتكلم عن السينسي. Which properly ده خاصيه of the plant seed، ده خاصيه للبلانت سيد synthetic seed have also be يعني نقول عليها artificial seeds. برضه من ناحية المصطلحات لما بتتطور مع الوقت قال لك بلاش كمان من كلمة artificial seed، يعني بلاش من كلمة germination وبلاش من كلمة artificial seed وخلينا نقول عليها regrowth، نقول عليها conversion. المهم ايه، استبعد كلمة الجرمينيشن واستبعد كلمه الارتفيشال، يعني بلاش ما نقولش، يعني حط عليها حاجه تبينها ان دي بس سيدز طبيعيه. طيب هنا بقى المشكله بتكمن ان انا لو استخدمت السيماتيك امبرو هيديني شوت وروت مره واحده. طيب لو جيت استخدم ماتيريال ثانيه اعمل لها انكابسوليشن غير السوماتيك امبرو، انا حطيت نفسي في ريسك. ايه الريسك ده؟ ان هيتكون عندي شوتس بس مش هيتكون عندي روت. لكن لحسن الحظ في نباتات بيبقى الروتنج بتاعها سهل جدا جدا، يعني في نباتات تعملها انكابسوليشن ببادز او شوت تيب بدون اندكشن للروتنج، لان الحته دي عايزه تصريف كتير جدا وعايزه كلام كتير جدا. في نباتات تعملها بالشكل ده ومش سيماتيك امبرو وتحطها في التربه تلاقي الريجروس الى حد ما معقول، لكن ده ليس كل النباتات، انما كل النباتات بتبقى محتاجه معاملات اخرى. طيب انا تكلمت عن ميزاتها، تكلمت عن اقول فيها ايه وما اقولش فيها ايه، هي بنعملها ازاي؟ على فكره سهله جدا جدا. المهم يبقى عندك البروتوكول اللي يديلك نبات تقدر تقول التغيير الوراثي فيه قليل علشان يبقى المطابقة للنوع كبيرة. يعني الأول قبل ما تفكر في السين سيدز دي يبقى عندك بروتوكول كويس على النبات اللي عايز تعمل في السين سيدز. أول ما عملت القصة دي خلاص سالت بقى، أنت عايز تعمل. على فكرة القصة دي والراجل ده اللي هو ستاندارد ده ومجموعة كانت معاه من السويس بدوا يعملوا، وهو عامل بحث في الموضوع ده اندستري للموضوع. اندستري يعني ايه؟ يعني يعمل قدر هو يعمل سيستم بيديله سوماتيك امبريو فرمنتورز كبيرة، فرمنتورز شغل كتير يعني في الماس برودكشن، بيعمل فيرمنترز والفيرمنتر ده بيبقى عنده كميات كبيره جدا، فبيعمل سوماتيك امبرز بكميات كبيره جدا وميكانيكالي بيعمل لها سينثيتيك اندوسبيرم وبيطلع يعني. ودي على فكره ما كانتش قريب، يعني دي كانت تقريبا سنه على لا لو ما خانتنيش الذاكره تقريبا 2013 2014 حاجه زي كده، لكن برضه ايه مش ريكومندد للنباتات كتير قوي، لان عمليه الاندكشن اوف سوماتيك امبرو في ماس برودكشن وبزاوت سوما كلونال فاريشن ده يعني مش ريكومندد. وبالتالي برضه حتى نفس الطريقه دي لقت صعوبات وما لقتش الترويج بالشكل. المهم انا دلوقتي بنتكلم ازاي اعملها. هي الماتيريال بتاعتها سهله قوي، هو ليها تو كومبوننت بس، من السيو كومبوننت ده ايه؟ انت عارف لما واحد بيروح بيشتري سياره يقولوا عليها ايه اللي هو ايه؟ يعني من غير كماليات دي، يعني يقولوا عليها البيز باين او حاجه، في لفظ بيطلع للعربيات كده بيقول ان ده البيز، يعني ما فيهاش اي كماليات يعني. اللي انا هقوله دلوقتي بدون كماليات بس تقدر تعمل السنسيب. ايه هو التو
كومبوننتس الاساسيين كالسيوم كلورايد والصوديوم الجليد. ده الاساس فيها، ده البيز بتاعها. طيب الصوديوم الجليد اند كالسيوم كلورايد ار اسينشال كومبوننت فور فورميشن اوف ارتفيشال اندوسبيرم كبسول. الكبسوله دي، هو على فكره انا ماليش دخل القصه اللي هو بتاع سواء انا كنت اعمل الكبسوليشن للبد او هعمل الكبسوليشن للماتيور امبريو يعني او 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 سوماتيك امبريو او هعمل شو تيب، بغض النظر المهم انا عايز ارتفيشال اندوسبيرم. الجينات يعني الجينات حضراتكم عارفينها كلكم، ده ماتيريال على فكره مش ايه مش غاليه ولا حاجه، بس كل ما كانت بيور طبعا بالتاكيد هتبقى احسن. يعني لو كانت من شركه البيورت بتاعتها، لان انا حط النسيج وبد يعني هنا اسمحوا لي باللفظ بدديه يعني. فلو اي الماتيريال ما كانتش نظيفه وفيها اي توكسيك ماتيريال، طبعا انا النبات معزول وبقت الدنيا بتاعت النبات بدل ما كان في عز في الطابق او في البرطمان بتاعت الشوكولاته اصبح دنيته كلها في كبسوله صغيره، وبيبقى الحجم بتاع حضراتكم تقريبا قد حجم السنسيز دي، بيبقى حجمها قد الحمصه يعني، فاصبحت دنيته قد الحمصه. فلو كانت الصوديوم الجينيت في امبيورتيز، فانا اعتقد هيبقى نسبه الريجروس هتبقى ضعيفه قوي قوي، حتى لو حطيت على سنسيتك مين. لان على فكره مش معنى ذلك السنسيت، يعني السنسيت معظم التبادل بتاعها دلوقتي الناس بتعمله ما بنبتوش في التربه، يعني مش معنى ان انا بعمل سنسيت يبقى لازم انبته في التربه، لا، ده في معامل كتيره جدا بتبادل الماتيريال بينها وبين بعضها في صوره سنسيت، وباخد السنسيت دي وبنبتها على الارتفيشال ميديا، فما فيش مشكله. لكن الهدف النهائي ان انا اخد السنسيت دي واحطها في التربه وتديني نبات زيها زي اسمها دي البذره العاديه بتاعتنا. طيب كل اللي من الصوديوم الجينيت، طب بتتعامل ازاي؟ طيب الجمله اللي انا عايز اقولها برضه مع البيوريتي بتاعت الالجينيت، ان تركيز الالجينيت مهم جدا، حتى تركيز يعني رغم السهوله هنا، هو التو كومبوننت كالسيوم كلورايد صوديوم الجينيت. انا زي حضراتكم هو انا بحط النسيج اللي انا بعمله الكابسوليشن داخل الكبسوله، فلازم اعمل يعني ايه كومباتيبلتي بين الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم كلورايد مع الكونسنتريشن بتاع الصوديوم الجينيت. لان حتى التايم بتاعت الانكابسوليشن زي ما احنا نشوف يعني لو 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 الاثنين ما هم الاثنين بيتفاعلوا مع بعض علشان بيدينا الماتيريال بتاعتهم. طب ده اللي بيديني ايه هقول عليه ايه؟ بيديني الباك جراوند، مش عارف اسميه ايه، بيديني الماس اللي بسميها الارتفيشال اندوسبيرم. طيب فين النيوترينتس اللي انا عايز احطها في الارتفيشال اندوسبيرم؟ فين النيوترينتس بقى اللي اعتمد عليها ان هي تعمل لي ريجروس؟ يبقى بدل المدوب الكالسيوم كلورايد والصوديوم الجينيت، بدل ما ادوبهم في ميه بروح مدوبهم في ليكويد ميديا. الميديا اللي انا عارفها ده يحبها النبات ده قوي وبالنسبه له زي الفل وبالنسبه له، وخلي بالك يعني مش ايه مش هي اختيار الميديا هنا معناه لو هو بيحبها علشان يعمل بيها روتينج، لا ما هو ده هتعطل لي الشوتينج، لو حبها يعمل الشوتينج ويعطل لي الروتينج ده. الميديا المعتدلة اللي تخليه يمشي معايا في الناحيتين، لكن غالبا الميديا اللي تعمل مالتيبليكيشن كويس، او ايه مالتيبليكيشن يعني احط الاكسبلانت الواحده الشوت تيب الواحده او الاكسبلانت الواحده لها عدد كبير جدا من الشوتس طالعه، ده بنقول عليها ايه المالتيبليكيشن. غالبا الميديا اللي تعمل هاي مالتيبليكيشن للنبات ده تبقى ميديا مناسبه جدا ان نخليها اساس الانكابسوليشن. يبقى انا لما باجي اعمل ناوي اشوف ايه الميديا دي، ايه الميديا اللي هي النبات بتاعي ده بيحبها علشان يعمل مالتيبليكيشن وماشيه معاه زي الكل، ده كويسه جدا، بدل ما استخدم ميه استخدم الليكويد ميديا. يبقى ادوب الصوديوم كلورايد في الميديا وبدوب
الصوديوم الجينيت. بعد كده الصوديوم الجينيت احسن تركيز ليها طبعا مع الفارق ومع البيوريتي، لان على فكره وشركه من شركه تفرق. يعني 3% ان جنرال لو كانت الماده كويسه، 3% كويس. لو جبت ليه 3% كويسه؟ بمعنى ايه كويسه؟ البيتز اللي طالعه او السيدز السنت سيدز اللي طالعه او الحمصه اللي طالعه دي، معلش اسمحوا لي في كلمه حمصه، الحمصه اللي طالعه دي انا عايزها تبقى مناسبه للهاندلنج. بمعنى هي مش رطبه وطريه قوي كده بحيث لما اجي امسكها يعني اقول ايه لما امسكها كده تضيع بالاصبع، ولا عايزها هارد قوي، لان لو هارد قوي النبات مش هيقدر يقاومها. لو هارد قوي الريجروس بتاعها يبقى قليل جدا حتى على السنسيتيك. وبالتالي لكن ان جنرال لو الصوديوم الجينيت كويس، لان هو الاساس الصوديوم اللي بيعمل الباك جراوند بتاع الارتفيشال اندوسبيرم هو الالجينيت، وبس بيتفاعل مع الكالسيوم علشان يدينا الماده اللي هي بتعمل زي الحمصه الطريه. طيب يبقى 3% بتبقى كويس عشان ما تبقى يعني سهله الكسر، ولا تبقى يعني الهاردنس بتاعها هو زي ما شايفين البيت هاردنس ده عايز يبقى معتدل، ما هو طري قوي ولا هو شديد قوي، لان في كلا الحالتين هيأثر على الريجوس. ايوه لكن هنا ايه؟ لما اجي افكر ان انا السين سيدز دي هزرعها هحطها في تربه وعايزها تديني نتيجه. طب انا حاطط فيها ايه؟ انتوا عارفين الليكو الميديا اللي بيحبها النبات، الميديا دي ميديا عز فيها نيتروجين وفيها كالسيوم وفيها كل فيها فيتامينز، يعني ايه فيها حاجات جميله قوي. حاجات الجميله دي خالص افكر فيها ان انا لما احطها في التربه هيبقى يوم عيد للميكرو اورجانيزم الموجود. ولو المايكرو اورجانيزم التهمت النيوترينتس اللي انا حاططها معناها حرمت النسيج الكبسوليت التيشو اللي انا حاطه، حرمت من الماتيريال ده. ممكن احيانا المايكرو اورجانيزم في التربه تقضي لي على التيشو نفسه اللي انا حاطه في الكبسول. يبقى هنا ايه؟ هنا بقى اعمل انريشمنت بقى زي ما انا بقول، بحط الماده، بحط الماتيريال اللي هو النيوترينتس المختلفه اللي انا بحطها بدل الميه، وبعمل بخلق من خلالها الاندوسبيرم الصناعي ده، احط فيه زي انا ما عايز بقى. الميديا بتاعتي انفكتد بالفطريات احط فانجسايد. بس هنا بقى يعني طبعا مش عايزين تاكيد ان كل شيء بيبقى معتدل، ان حطيت فانجسايد كتير ما هو احط اللي انا عايزه، بيستسايد، احط انتي بايوتكس، احط حاجات طبيعيه من المستخلصات الطبيعيه اللي انا عارفها يعني كويس بتساعد في هذا الحال، احط اللي انا عايزه. في ماده امريكيه انا مش عارف كتبت هنا في ماده كده هتيجي دلوقتي بتبقى مقاومه للفطريات والبكتيريا وكل. بمعنى هنا عايز اقول لحضراتكم ان في الارتفيشال اندوسبيرم ده، خلوا بالكم ده حضراتكم ده مش بذره طبيعيه، يعني علشان كده برضه يعني نقيم ونقدر يعني الخالق سبحان الله سبحانه العظيم. يعني البذره دي بنحطها وبنغرقها ميه ونرميها وحاجه وبتنبت وزي الفل يعني. لكن هنا لا، ده يعني الحكايه عايزه 100 حدوته. لو احط فانجسايد احط التركيز وكام؟ طب لو احط بيستسايد، لو احط انتيبيوتيك، لو احط يعني قصه. لكن عموما ده بيتحط، ده سهل، ده كله بيبقى الهدف منه ان الكبسوليت التشو بغض النظر عن المسمى بتاعه اللي موجود من جوه اديله، هو بمجرد ما بدا يعمل ريكروس وكون شوت ورودز خلاص ما عادش عنده مشكله. المشكله قبل كده يا اما استنزف او النيوترينت دي عن طريق ان هي بايه بيحدث لها ديستريبيوشن في السويل اللي حوالين البذره السان سيدز اللي انا زرعها، قد يحدث ديستريبيوشن للماتيريال، قد يحدث انفكشن للارتفيشال اندوسبير. ازاي استبعد ده كله؟ ده لازم احطه في الحسبان.
الحاجه اللي بنحطها برضه وخاصه يعني انا الجزء اللي هو التو باراجرافس اللي في الاول، حط زي ما انت عايز وفكر في السويل اللي عندك. يعني اخر تجربه يعني عملتها كان في ريجروس كويس جدا جدا، انا هقول لحضراتكم رغم هي لسه ما اتنشرتش يعني، لكن هنوه عليها تنميه. اللي عملت فعلا انريشمنت للاندوسبيرم، حاجات جديده كان ليها تاثير. لكن ليه؟ لان انا كان الهدف ان انا احط السنسيتس في التربه. طب لو لو لو, لو الريجروس ده او الكونفرجنت ده عايز اعمله في على على السنسيتك ميديا، لا يبقى في هذه الحاله ما بوصيش بالكلام اللي فات ده كله، ما الفنجسايد ولا البستسايد ولا الانتيبيوتكس، لا احسن حاجه بيبقى فيها الشاركول، الاكتيفيتد شاركول فعلا بيقدر يعمل ريجروس كويس قوي على السنسيتك ميديا. لكن ما ينفعش احط اكتيفيتد شاركول واقول هحطه في دور، لا طبعا ده مش حلو. على فكره الريجروس وان كان احيانا جربته زي ما هنشوف دلوقتي هنعمل طبقه من الارتفيشال اندسبيرم، لان لما بيبقى الاكتيفيتد شاركولز ده موجود داخل السنسيد بيبقى عامل زي تانلز كده، تانلز اللي هو زي ما يكون ايه سراديب كده، فبيوصل الاكسجين كويس للانكابسوليتد بلانت ماتيريال فبيحسن. لكن مع يعني مش ريكومندد في التربه الا اذا كان بالظروف اللي انا هقولها بعد شويه. طيب دلوقتي بدأت الأفكار تتطور في أنا هرجع للسلايد اللي فاتت وبنعملها ازاي؟ طريقة سهلة جدا حضراتكم، كل اللي بعمله أمسك الماتيريال البلانت ماتيريال اللي هعمل لها الكبسوليشن بغض النظر عن إيه، وليكن مثلا نقول بد مثلا، بد قد يكون حجمه كويس على فكرة، لازم يبقى يعني يكون ايه الهاندلنج بتاع الماتيريال اقدر اتعامل معاه. يعني لو الشوت تيب زي مثلا البطاطس بيبقى الشوت تيب بتاعها على التيشو كلتشر صعب قوي التعامل معاه، لكن تتعامل يعني. لكن مثلا لو انا خلينا مثلا زي الصفصاف، لو حضراتكم واخدين بالكم من البادز بتاعت الصفصاف اقدر اتعامل معاه كهاندلنج بشكل ده. فبمسك او التوربيد اللي هو لو كان السوماتيك امبريو اللي في مرحله التوربيد بيبقى عامل زي التوربيد، والكوتوليد ده بيبقى يا دوب فرعين حت يعني عامل جسم كده زي التوربيد، وفي سن من قدام اللي هو الروت بيبقى الكوتوليد يا دوب طالع كده، ده احسن مرحله. باخد السوماتيك امبريو ده بفورسبس وبغمسه في الصوديوم الجينيت، بغمسه بعد كده بروح مطلعه من الصوديوم الجينيت ارميه في الكالسيوم كلورايد، اعمل دروب كده. الدروب دي بتنزل لو الصوديوم الجينيت دروب دي تنزل زي دروب على داخل الكالسيوم كلورايد بيحدث التفاعل ده بيدينا الكالسيوم الجينيت بتدينا علشان كده بقول لحضرتك حط اللي انت عايز تحطه طالما ناوي على التورب، حط اللي انت عايز تحطه في الاثنين، حطه في كل يعني حط اللي انت عايز تحطه في الكالسيوم كلورايد. حتى الكالسيوم كلورايد على فكره يعني في ناس كتير بتحط في الصوديوم الجينيت بس، لكن ممكن تحط في الاثنين، ممكن تحط في الاثنين، لان المهم لان في ناس حتى بعد ما بتعمل غسيل بالليكويد ميديا ما فيهاش ده ولا ده، يعني في قصص كتير في هذا الشكل. لكن عموما انا ازاي بنكون سهل جدا جدا بمجرد ما عملت الخلطه بتاعتك اللي انت عايزها المحببه ليك في الاندوسبير، بتروح حاط النسيج النباتي غمسه بالفورسيبس في الصوديوم الجينيت، بتروح رافعه بعد كده بتروح منزل النسيج النباتي داخل دروب في برطمان او اي برطمان هو عايز بس خلي بالك حضرتك ما تعملهاش في طبق بيت، خليها في برطمان يكون فيه مثلا عمق مثلا 10 سنتي كده عمق المحلول، لان الدروب وهي نازله بتعمل التفاعل على ما تسقط من فوق لغايه لما توصل للقاع بتبقى
اول طبقه تقريبا بدا التفاعل فيها وبدات تحدد ملامح البيض، البيض اللي هي ايه، اللي هي يعني الحبايه اللي هي بنقول قد الحمصه دي، ولازم تبقى في كونفيرم يعني تبقى نازله. يعني لو انت ايه ما غمستش النسيج النباتي كويس هتلاقي النبات عريان من ناحيه، ما ينفعش. لو حطيت كتير هتلاقي ايه بتضيع الماء، لان هتبقى النقط في نقطه نازله مع النسيج النباتي وفي كذا نقطه نازله بعديها، انت كده بتخسر. لا يعني هي ايه عايزه تقعد تدرب ايدك كده بحيث لما تلتقط تاخد النسيج النباتي وتغمسه بدرجه معينه في الصوديوم الجينيت، وبعد كده تروح رافع ورميه في الكالسيوم كلورايد، يروح مدي لك حبايه واحده بشكل زي الكوره زي الحمصه بالظبط، بحيث النسيج يبقى محاط من كل ناحيه بالبيض. طيب لو انا عايز اعمل انريشمنت اكتر، عايز اكتر المغذيات، عايز اكتر النيوترينت بنفس، اروح واخد اللي هو يعني الاولانيه دي بسميها سنجل لاير سنسي، سنجل لاير يعني النسيج النباتي عليه لاير واحده من الارتفيشال. طب انا عايز اكتر له النيوترينتس، عايز اكتر له الماتيريال، عايز احميه اكتر، السنجل لاير دي اندوسبيرم دي اعيد عليها الكره، بمعنى اخد السنجل لاير اغمسها داخل اعمل لها اميرجنج كده داخل الصوديوم الجينيت وارميها مره ثانيه في الكالسيوم كلورايد. في هذه الحاله هتبقى في طبقه، طبعا المرحله الاولانيه يعني السنجل لاير دي يعني 20 minutes is enough في نباتات طبعا، واحيانا مع تركيزات مع اختلاف المواد ممكن تكون اقل وممكن تكون اكثر، لان الكالسيوم كلورايد اللي طولت النسيج فيه هيقتل النبات، فهو لازم يعني 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 يبقى فيه يعني الوقت ما تطولش في الوقت. الحقيقه قتل النبات ده بيبقى ايه؟ لانه كل ما تسيبه في الكالسيوم كلورايد كل ما السترينس او الهاردنس بتاعه الارتفيشال اندوسبيرم ما بتزيد، ولو زاد عن درجه معينه خلاص فقدت الريجروس حتى على على السنسيتك. فالحته دي يعني عايزه ايه يعني برضه اللي هيشتغل فيها يبقى اوير بيها. يعني المهم زي ما بقول لحضراتكم الدليل يمسك احد واحد منهم كده بعد مثلا 10 دقائق يطلعها ويمسكها فيه يشوفها هل هي قادر يعمل لها هاندلنج، يعني لما يجي يضغط عليها كده يلاقيها قادره تقاوم معاه شويه يبقى الهاندلنج بتاعها حلو، بس ما لقاهاش صعب في الكاس او ما لقاهاش بمجرد ما يمسكها كده ضاعت والنسيج بقى في ايده والماتيريال انصرفت عنها. لا يعني في اتزان في هذا. يبقى انا ممكن اعمل سنجل اندوسبيرم بسنجل لاير وممكن اعمل بدبل لاير. المهم هنشوف بعد كده ده بقى الـ 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 يعني ممكن كمان اعمل ازاي لما اعمل دبل لاير. اللي شايفين معايا الصور حضراتكم؟ ايوه الصور واضحه يا دكتور احمد، شايفين معايا. حاول تسرع شويه علشان طيب خلاص. ال 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 الصوره اللي فوق انا عملت ازاي؟ خدت عملت الفيرست ال 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 عملت بيد بدون اكسبلانت خالص، يعني عملت السنسيت ده بدون اكسبلانت خالص، ورحت ماسك بالفورسبس خدت الاكسبلانت بتاع النبات ده مع الارتفيشال اندوسبيرم ورحت عامل لهم دروبن في الكالسيوم كلورايد، فاصبح زي ما شايفين كده الجزء النباتي على جنب كده ال وشايفين الفرق بقى في اللون. اللون الاسود ده ناتج من الاكتيفيتد شاركوت. يبقى السنجل لاير بعمل يعني لو هي سنجل لاير بس طبعا لازم اخليها في النص، ما اقدرش اعمل سنجل لاير. الدبل لاير هو اللي ممكن اوصل فيه للمعنى ده. الاشكال المختلفه للارتفيشال سيد او الساند سيد لو كان فيها اكتيفيتد شاركول او ما فيهاش اكتيفيتد شاركول، لو كانت سنجل لاير او دبل لاير. الافكت اوف تايم
هنا في حتة برضو مهمة ما زالت يعني يفضل. بمعنى إيه؟ لما أجي أحط الأكتيفيتد شاركول في الـ في الـ في الارتفيشال إندوسبير بلاقي غالبا مش قادر أشوف الـ 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 النسيج اللي عملت له إنكابسوليشن. بالتالي لما أجي أحطه في التربة ما بقاش عارف أحط، يعني بحطها في التربة بأي شكل. لكن من خلال التجارب ومن خلال حتى على الارتفيشال إندوسبير لو وجهت النسيج النباتي اللي عمل له انكابسوليشن بوضع الطبيعي، يعني الشوت اسمحوا لي مجازا خليته بقى لفوق والروت بقى لتحت، بيبقى احسن من الارتفيشال سيد لو نومتها على الجنب. يعني لو كان ايه، لو حطيت هوريزونتال كده، يعني لو لا حتى لو سوماتيك امبر، لو حط لو الاتجاه الكابسوليتد بلانت ماتيريال هوريزونتال بيبقى الريجروس اقل. طب ولو فيرتيكال، لو فيرتيكال وحطيت الاب داون، يعني لو حطيت الشوت خليته هو لتحت والجزء اللي عايز يعمل روت طالع لفوق، لا انت فقدت كتير قوي قوي. فاحسن حاجه يبقى انا استبعد الحاجات اللي ما تخلينيش ان انا اشوف الكابسوليتد بلانت ماتيريال، عشان لما احطه في التربه احطه في الاتجاه الطبيعي، يعني يبقى الناحيه اللي هتدي روت تبقى من تحت والناحيه اللي هتدي شوت يبقى من فوق. وبالتالي الاورينتيشن اوف ذا انكابسوليتد بلانت ماتيريال بيبقى فيري امبورتنت في الريجروس بتاعت السانسي. ده انا انا يمكن الباراجراف الاخير اللي هو the use of antimicrobic PPM PPM during seed coat formation. هنا seed coating، seed coat اللي هو الطبقة، يعني انت حطيت الارتفيشال اندوسبير. الارتفيشال اندوسبير ما بقى بيبقى يعني ما بيحافظش قوي، ما بيقدر يعمل كونسرفيشن كويس قوي للمغذيات الكالسيوم والمغنيسيوم. انتوا عارفين طبعا الميديا فيها كل حاجه، يعني سواء ماكرو إليمنت أو مايكرو إليمنت، فلازم أعمل سيد كوت اللي هو الاستاندارد حقيقي كان فنان فيها. ويمكن أنا الفترة اللي خدت معاها، يعني كنت بعمل السيدز عندي، وكانت الهدف من زيارة لأن حاولت أعمل السيد كوتينج ده كان صعب بالنسبة لي، ما كانش يبقى إفكتيف، فطلبت مقابلته وخدت منحة من الاتحاد الأوروبي علشان أروح أقعد عنده الفترة دي، علشان يعني نقدر نعمل مع بعض ونعمل بشكل أو بآخر إزاي هو بيتفنن في عملية السيد كود. السيد كود دي مش عايز أدخل في تفاصيلها، لأن هي يعني زي ما أنا بقول السهولة في تكوين البذرة نفسها اسهل بكتير تكوين الكوت بتاع البذره، التكوين بتاع. لكن عموما لو ترجعوا لحضراتكم ان انا قلت ممكن نحط فانجسايد ونحط انسكتسايد ونحط في المحلول ده البي بي ام، ده محلول امريكي هو مشهور بالاسم ده، هو مش غالي قوي تقريبا، يعني احنا بنجيبه عندنا في المعمل تقريبا الملي بدولار تقريبا او حاجه زي كده. الميزه في البي بي ام ده ما بيقربش منه اي مايكرو اورجانيزم، فبالتالي بدل ما احط، وعلى فكره ده موصوف للتيشو كالتشر، يعني انت حتى احيانا لو في نبات محيرك وانت جايبه من الفيلد علشان تعمل له ديس انفكشن، وخاصه لو انت بتعقم اجزاء كانت مدفونه في التربه، لان او جايب نبات من الجبل وعمره كبير، لان الكلام ده بيبقى كله مليان سبورز وبيبقى الديس انفكشن بتاعه صعب. يعني لما تغلى في الديس انفكشن بتاعت الماتيريال بتاعتك سواء كانت تاخدها من التربه او من الجبل او من خلافه، استخدام البي بي ام ده بيخليك تتغلب على الديس انفكشن، ان التوكسيك او هو انتي لكل الايوكاريوت البروكاريوتيك، ومش انتي بالنسبه للايوكاريوتيك كانابيت، وبالتالي اقدر استخدمه يعني مور سيف. بصراحه المحلول ده يعني ريكومندد وسيف عن استخدام الانسكتسايد
والفانجسايد وخلافه، طبعا ده افضل لان ده مخصوص لمزارع الانسان. فبالتالي ممكن اثناء المراحل المختلفه كلها بستخدم المحلول ده، بيساعد كتير قوي قوي، وخاصه لو كان الهدف ان انا بنقل على التور. ده الطريقه بتاعت السيت كوتنج، وده حضرتك بتعمل يعني هو في ملخصه انك بتعمل يعني بعد ما تعمل الكالسيوم الجينيت بتاخد الالبيومين وبتعمل البيومين وبتستخدم بعض الكيماويات، المهم تخلق امبرمبل لاير خارج الاندوسبيرم. ده الهدف من السيت كوتنج، وده بيحافظ لك فعلا على يعني طبعا زي ما اتكلمت قبل كده ما تخليه جامد قوي بحيث ما يدخلش ميه، ولا تخليه قليل قوي على اساس لو قليل قوي يبقى ملاش لازمه ما كانش منه فايده من الاول، لان الماتيريال اللي انت حاططها داخل الاندوسبيرم كلها هتجد سكتها الى السويل وهتحرم منها النبات، لكن هو متاح وموجود ويقدر اي واحد من حضراتكم يعمل. ده الشكل بتاع الريجروس بتاع زي ما تشوف، ده ايديال فعلا، ده الموز بتنبت فعلا بالشكل ده، سواء كانت على في السويل او كانت على الميديا. على فكره وكمان في حاجه وده بيبقى ليها تاثير، ان انت ممكن تعملها كونسرفيشن، يعني البذور دي ممكن تتشال، يعني فينا انا اخر يعني انا ما طولتش عليها قوي حقيقي في الكونسرفيشن، ولما اكون بعمل تجارب على حاجه تاني يعني بيبقى الهدف معايا مثلا لنقل في التربه مثلا، فبعملش كونسرفيشن كتير، يعني اخليه مثلا شهر شهر ونص مثلا شهرين، لكن في كونديشن معينه تقدر يعني مثلا بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك يعني انا مش عايز الروت يطلع ولا الشوت يطلع، بمعنى عايز النسيج عايش مش ميت، بس بحرمه يعني بعد ما عملت الارتفيشال اندوسبيرم بحاول اعمل كونديشن، هذه الكونديشن تمنع الريجروس، ده اللي هي الاستورج بتاع السنسي. يعني الاستورج بحط كونديشن، يعني زي ايه الكونديشن؟ بحط درجه حراره منخفضه مثلا في الثلاجه، الريكونديشن يعني احسن حاجه، وده اللي كان يعني لقيته بيعملها الراجل هو ستاندرد ده، ان ايه بيحط الارتفيشال سيد داخل برطمان صغير يعني تقريبا قولوا بيترص راس، وبيعمل لها سيل لاير بليكويد ميديا، فبالتالي بيبقى كميه الاكسجين قليله، وبيروح قافل ويروح شايلها في الثلاجه كده. ممكن اوصل ست شهور، وممكن اوصل اسف ممكن اوصل الاستورج قد يوصل الى سنة أو أكثر، في ناس طبعا وصلت لسنة والريجروس بالنسبة لها كان نسبته مش بطالة يعني، لكن طبعا كل ما طولت في كل ما طولت في مدة الاستورج في عملية الريجروس بتقل طبعا، لكن ده الشكل المثالي للريجروس بتاعت الارتفيشلز. ده طبعا تجارب مختلفة وبتشوف بقى يعني ازاي يتحسن من الريجروس، احيانا بتصل طبعا للريجروس بيبقى عالي جدا طبعا باستخدام ده كله، بتغير بقى بتحاول تفهم متطلبات النسيج اللي انت عامل له انكابسوليشن ازاي بقى تشجعه ان يرجع يعمل لك نبات. طيب الحاجه اللي انا عملتها وكانت يعني ادى التحسن في النتائج، وان كان زي ما بقول واكد ان كل النتائج لسه محتاجه شغل، كله محتاج شغل، لما كنت اخد الشوت تيب وخاصه في النباتات اللي هي صعب تعمل الروتنج بتاعها، صعب مش الروتنج، الروتنج بتاعها بالطريقه التقليديه في التشيكولشر يبقى سهل، بس انت عايز الشوت وهو طالع كمان الروت يطلع، معظم النباتات ده صعب فيه، معظم النباتات في التشكولتر عايز تبقى في مرحله للشوت وبعد كده تنقل مرحله تاني للاندكشن والريلايزيشن او اندكشن والفورميشن بتاعته. طب عشان نعمل الحكايه دي في الارتفيشال سيد زمان عملنا ازاي؟ كنت اخد الشوت تيب دي ومن البيز بتاعتها اوفر لها ظروف بحيث اعمل اندكشن للروتنج، بمجرد ما يعني في انيشيشن للروتنج
فبحول المونوبول الى الدايبول. في هذه الحاله نعمل انكابسوليشن. يعني خلوا بالكم احنا قلنا الميزه في السوماتيك امبريو بقى شوت ورود. هنا بحاول اخلي المونوبول ده اللي هو كان شوت بس باجي على البيز المقطوعه من تحت واعمل اندكشن للروت بحيث اخليه دايبول. طيب القصه دي برضه ما ادتش تحسن الكبير اللي انا عايزه. فبدينا نعمل حتى يعني كت، نعمل السلايدز وشوف المشكله. هل المشكله كانت في التواصل بين المين الجزء الداخلي اللي هو الاساسي اللي فيه الستايل اللي فيه الزايلم والفلويد، هل هو على يعني جود كونتاكت مع الروت اللي انا مكونه من بره؟ لقينا الحته دي فيها مشاكل شويه، وده فيها دراسات الحته دي برضه كتير قوي. يعني انا اشتغلت فيها وفي ناس كتير بتشتغل عليها. فبدينا حقيقي نعمل حاجه تاني اللي هو في بعمل ما باخدش الشوت تيب بقى واعمل له اندكشن باخدش الشوت تيب او البط واعمل له اندكشن للروت فورميشن. لا باخد بلانتلتس. بلانتلتس يعني نبات طالع من التشو كونس. بلانتلتس يعني طوله 2 سنت 2 سنت ونص 3 سنت، وبنقوله للميديا فيها روتنج. وبعد ما نقوله للميديا فيها روتنج بيطلع الروت في النهايه. بروح شايل الجزء بتاع الستيم، خلي الجزء السفلي بس، الجزء السفلي بس. دي تنفع قوي في الموز على فكره، بشيل لان الموز بيبقى الستيم كله البيز بتاعت الليفز، الشيتس بتاعت الليفز دي. فلو انت طلعت الشيتس كلها بتقدر توصل للشوت تيب، فيبقى الشوت تيب بقى لما انت سبته عمل روتنج وعمل فورميشن للروت كويس جدا، بيبقى اللينك اللي انت اتكلمت عنه قبل كده مش موجود، بقى بيبقى موجود كويس جدا يعني. فانا استغليت الظاهره. فضلك يا دكتور احمد الوقت يعني. طيب خلاص انا في اخر سلايد ساعتين. ممكن كويس. اوكي. القصة دي بتعمل تحسين بشكل كبير جدا. بدينا نستخدم برضه حاجات تاني في آخر حاجة اللي هو لسه ما اتنشرتش، اللي هو بقى بنستخدم الميزات اللي تديها سيلفر نانو بارتكلز. عارفين السيلفر نانو بارتكلز بتستخدم لاستخدامات كتيرة كأنتي مايكروبيال. بدينا نعمل انريشمنت للإندوسبيرم بحاجتين حقيقي استخدمناهم. طبعا مش هاخد في النتائج لان البحث لسه ما اتنشرش. تعرفين حضراتكم الكيتوسان ده ناس كتير بدات تشتغل عليه، بتلاقي يعني بيعمل حتى يعني بيعمل انهانسمنت للفيجيتيف جروث. ناس كتير جربته ولقته بيعمل جروث، بيساعد في الجروث كويس، وحتى بيساعد على يعني ريليف اوف ووتر ستريس. يعني ناس بتستخدمه كتير. في على فكره بمجرد النبات ما وضعه في الارتفيشال اندوسبيرم ده يعتبر نوع من الاستريس. بالتالي طب كانت الفكره، طب لو الماده دي اللي الناس بتستخدمها علشان تحسن بيها، وعلى فكره الكيتوسان برضه من ضمن ليه خواص ان هو يعني الميكروبات ما تحبوش يعني. فبالتالي بدينا يعني في زي الجمله رقم 5 او 6، كيتوسان هاز ابرود انتي مايكروبيال افكت. فيعني قلنا طيب لو استخدمنا، لو عملنا انكوربريشن للماده دي مع الارتفيشال اندوسبيرم هيبقى الشكل ايه؟ في عندنا نتائج. وبدينا نقارنها كمان لما نحط النانو بارتكلز، ولما نرجع بقى النانو بارتكلز دي بدينا نعمل الدبل بيد دي او الدبل سنسيد، وبدينا نحط بقى الكيتوسان او الشاركول او السيلفر نانو. هل لو حطيتها في الداخليه احسن، اللي هي ملامسه الانر الداخليه الطبقه الداخليه هتبقى احسن، ولو حطيتها في الطبقه الخارجيه احسن، ولو حطيتها في الطبقتين احسن. بدينا نعمل حاجات زي كده ان شاء الله، عسى ان يعني يكون النتائج اللي حصلنا عليها افضل من النتائج اللي حصلنا عليها قبل كده. انا اشكركم كثيرا جدا واسف جدا لو كنت استطلت على حضراتكم. اكرر شكري لاستاذي وعمي حقيقي اللي انا دايما يعني بستشيره، ويعني حقيقي في
مش هقدر اقول كل الكلام اللي انا عايز اقوله في الدكتور عبد الفتاح، وانا عارف ان الدكتوره وفاء، ربنا دكتور، ربنا يكرمك الدكتوره يا وفاء اخت فاضله و دكتور أشرف. خليلة عزيزة ليا في جامعة القاهرة، كلهم حقيقي أنا يعني بودهم وبعزهم وبستشيرهم، ومع عمري ده كله ما بقدرش أستغنى عنهم وبرجع أستفيد من خبرتهم، وفعلا أحيانا بيوفروا لي حقيقي، أنا مش بقول يعني لأن أنا من العمر يعني أنا خلاص على المعاش، وما فيش حاجة الواحد يبكي عليها غير إنه يبقى مع يقدر مجهود لهذه اللحظة حقيقي. ليا زمايل كتير على مستوى الجمهورية وفي مقدمتهم الدكتور عبد الفتاح وتليه الدكتورة وفاء، أن أنا بستفيد منهم إلى هذه اللحظة علميا وبستشيرهم، حتى وأنا بكتب أبحاثي أحيانا بستفيد منهم في حاجات كتيرة. ربنا يديهم الصحة وكل المستمعين والإخوة الأفاضل، أنا سعيد بحديثي معاكم، وزوري بدأ يقفل شوية آسف، لكن أنا سعيد جدا وأكرر تهنئة بالمولد النبوي الشريف، كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وأنا سعيد إن صوتي يوصل لحضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذه المحاضرة الممتعة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل دعاء الناس اللي دعت لك على هذه المحاضرة من أثناء المحاضرة كما أراه في الشات، وأترك الميكروفون للدكتورة وفاء تريد التعقيب. تفضلي يا دكتورة وفاء، وبعد كده دكتور شكرا طارق دكتور قدير، احمد. ثم دكتور إبراهيم عبد الناصر. شكرا جدا جدا سيادة الدكتور احمد، امتعتنا، شكرا على مجهودك، على شكرا فكرة على دكتورة وفاء أنا صبرك. ما كنتش أعرف إن حضرتك موجودة في اللقاء. لا انا ما اقدرش اتاخر يا فندم، انا من المنظمين يا باشا، ده بس هي كنت اللي قاعده أنا بجد أعرف إن بسمع حضرتك من بسمع المنظمين، بس ما أعرفش إن حضرتك حاضرة اللقاء يعني. لازم يا فندم، لازم اقعد واتعلم من أهلا حضرتك يا وسهلا باشا، بكل سنة ربنا وحضرتك طيبة. يخليك، زادك الله علما ونفع الله بكم وبعلمكم يا فندم. سعيده جدا جدا بهذا اللقاء، شكرا على تعبك، وواضح جدا ان حضرتك عايز تعلمنا كل جزء وتوصل للرساله دي لكل الساده الحضور، شكرا لحضرتك على هذا حرص، حرص العلماء الصراحه الجهابذه اللي زي حضرتك. عايز اقول لحضرتك وصوتك اللي راح ده ربنا باذن الله ينفعك بيه ويجعله علم، لان ده كلام هيتحط على اليوتيوب فبالتالي ينفع الناس كلها باذن الله. ليه سؤال بعد الثناء على المحاضره الجميله دي دكتور دلوقتي، هل احنا عندنا سؤالين تقليديين كبتوع تصنيف وفلورا وكونزرفيشن وتاكسونومي وهكذا، يعني عندنا سؤالين اتنين تقليديين هسألهم لحضرتك، وحضرتك ليك الإجابة، ليك الحرية إنك تجاوب. أول حاجة، هل لهذه التقنية أن تسهم في المستقبل في حل مشكلة الغذاء العالمي في عجالة طبعا؟ الحاجة الثانية، هل تقدر هذه التقنية تقدر تحافظ لي على بعض البذور بتاعت الانديميك او الاندينجرد وايلد سبيشيز اللي بدات دلوقتي تتلاشى من الطبيعه؟ وفي الامثله كتير مش عايز اخد وقت حضرتك، لكن خلينا نركز، هل قد ايه اسهام هذا التول في حل مشكله الغذاء العالمي؟ تاني حاجه، كتول نقدر نعمل بيه بروباجيشن او كونزرفيشن للانديميك اند اندينجرد وايلد سبيشيز؟ وممنونة على ذوقك والإجابة مقدما، تفضل يا فندم. شكرا دكتور وفاء. في الموضوع الثاني تأثيرها أصبح أو تطبيقها مقبول وواضح ككونسرفيشن، وخاصة مع دخولها مع تقنيات أخرى زي الكرايو بريزرفيشن، فأصبحت عدد كبير قوي من الجين بانكس اللي هي متطورة قوي تاخد النباتات اللي هي النادره دي او النباتات اللي بتعاني مشاكل على مستوى الكره الارضيه، وتطبق التقنيه مع تقنيه اللي هو التبريد السريع ده والليكويد نيتروجين والكلام ده كده، فده اصبح فعلا له تاثير، واصبح الارتفيشال سيدز جزء مهم في هذه التقنيه. ده شوري. لكن بالنسبه هل هتساهم في حل كغذاء مشكلة الغذاء العالمي يا او هتدخل كتقنيه ريكومندد لغايه دلوقتي؟ لا، صعب يا دكتور، لغايه دلوقتي ما زال في مشاكل كتير.
زي ما يعني بقول انا مع حضرتك ان احنا عملنا الكردمون وعملنا الموز وعملنا الفراوله، يعني عفوا احنا نقدر برضه نعيش من غير موز وما نعيش من في غير فراوله، نباتات، في نباتات لكن احنا برضه اعتقد عملوا الديت بان برضه ما اعرفش اذا كانوا عملوه في نباتات كتير، بالارتفيشال في سيدز ولا لا. نباتات كتيرة اتفضل. بتتعمل وعلى مستوى تجاري، لكن لغاية دلوقتي يعني أنا بقول بأمانة لغاية دلوقتي لا، صعب صعب إن أنا أقول عليها ريكومندد كبديل لي، أو أقول إن هي وازت هي لم توازي إلى الآن إطلاقا السيدز العادية. أكيد أكيد، قد لكن ممكن يحدث تلعب هذا. دور، نعم لكن ممكن تلعب دور في تصنيع مثلا، بدل ما احنا ايوه بنستورد ايوه كمصر مثلا على سبيل المثال لا زي بذور اي فرع الخضر كده كل سنة، هل نقدر نعمل بذور الخضر عندنا بالارتفيشال سيدز ونخلص من مليارات الدولارات اللي بندفعها كل سنة في استيراد بذور الخضر مثلا على سبيل المثال مثلا؟ هل ينفع هي الموضوع حضرتك؟ ده التشو كلتشر عموما بيلعب فيه دور بشكل كبير، وانتاج تمام اصناف محليه وكلام زي كده. طبعا التشو كلتشر له باع كبير قوي في المنطقه دي. شكرا لكن جزيلا للدكتور احمد والدكتوره وفاء، وننتقل للدكتور ابراهيم عبد المقصود نسمع منه كلمه عن الموضوع. ده عم الكبير ده ما هو انا طبعا هو امبارح بعت لي على الخاص ده قال ان هو اللي علمنا شغل الموز يعني. بيشكرنا ان احنا استضفناك، فهو طبعا موجود وهو اشار لعمليه الكونسرفيشن يعني بالذات، فربما يكون عنده كلمه وارجو ان هو يعمل انميوت للمايك. دكتور ابراهيم إذ ربما برضو مش عامل انميوت يا دكتور. نفسي مش عامل انميوت صحيح، بس دكتور ابراهيم عبد المقصود إبراهيم، اذا كان ايوه لا مش عامل انميوت يا دكتور، هو اسمه موجود اهو والمايك ميوتد. طيب يمكن فتح المايك ختم خلاص، ننتقل دكتور احمد فتح المايك، فؤاد. فتح دكتور احمد المايك يا فندم، فؤاد له سؤال. اتفضل. لا لو استاذنا الدكتور ابراهيم عبد المقصود جاهز يتفضل طبعا. انا ولا اتكلم يا دكتور؟ اتفضل. طبعا انا شاكر جدا لقاموا على تنظيم المحاضره، فضلا عن محتوى المحاضره القيم جدا يعني من المحتوى العلمي واللي بنحسد عليه جامعه سوهاج، واحنا هنا في جامعه القاهره بنقول جامعه سوهاج متقدمه علينا كتير في المجال ده يعني. كان عندي سؤال يا دكتور، حضرتك كنت اشرت الى استعمال السيلفر نانو بارتكلز في السنسيتك سيد. ايوه يعني انا بس بعد اذن حضرتك ليا تعليق. يعني حضرتك زي ما انت عارف ان، وزي ما حضرتك اشرت ان السمك لونال فاريشن مشكله كبيره من ضمن المشاكل اللي بتواجه الشغل على الاكسار في التيشو كلتشر. نعم. فانا لو قدرت اوصل ان انا قدرت ان انا اطلع بروتوتايب بروباجيولز بقى واحطها في السنسيتك سيد، هل حضرتك يعني مش متخوف من اي جينو توكسيسيتي او سايتو توكسيسيتي للسيلفر نانو بارتيكلز؟ وخصوصا ان يعني انا ليا بحث متواضع كان منشور في 2018 بيوري السايتو توكسيسيتي والجينو توكسيسيتي بتاعه السيلفر نانو بارتيكلز. ومتشكر جدا. لا طبعا متخوف جدا. لا طبعا معاك حق. هي زي ما انا بقول لحضرتك، لا طبعا حق بحث حضرتك قيم واشور، حتى لو كان السيلفر اين او السيلفر نانو بارتكل. لا لا يعني هو احنا بنستعمل السيلفر نايتريت، بنستعمل السيلفر نايتريت في الشغل كايسايلين بلوكر، بس انا لما شفت ان السيلفر نانو بارتكلز الجينو توكسيسيتي بتاعتها اعلى بكتير من السيلفر اين. يعني النانو بارتيكلز هو كانت بتعمل مشاكل في السبندل، ويعني يعني ليها، ممكن ابقى ابعت لحضرتك البحث يعني، تشرفني لو تقبلته مني يعني. ده فندم ده اكون سعيد يعني. فيعني حضرتك ارجو انك يعني تشوف او يكون في وسيله لتجنب اي جينو توكسيسيتي للسيلفر نانو بارتيكلز، ويعني لو حضرتك تحب تشركنا معاك في حاجه يكون شرف كبير ده لينا فندم يعني. ده الشرف ليا. هو السيلفر عموما هي اجريسيف على فكره، حتى السيلفر الايونز، لان انا جربتها في شغل تاني كانتي ايثيلين يعني، متهيألي لحضرتك هي ايثايلين بلوكر، بتعمل بلوكينج للريسبتور بتاع الايثايلين على السيل. عظيم عظيم. انا كان ليا بحث، وكان بحث
رائع من حوالي سنتين تقريبا، كان لعنوانه انا استخدمت كذا انتي اسيلين منهم هو فيه الكوبالت بيبقى بيمنع الاسيلين سنسز، وفيه السيلفر بتمنع الاسيلين بيرسبشن. ايوه انا جربت كذا انتي اسيلين، لانه البحث اللي انا اتكلمت عنه اللي هو كان عن المورينجا ده، لان انتاج الاسيلين فيها عالي، كانت اسوأهم في الفاريشن كانت السيلفر. تمام. رغم ان خفت الظاهره، نعم نعم الظاهره كانت خفت، لكن كان تاثيرها كبير. انا اؤيدك تماما، لكن هو كانت على فكره من يعني هتخلينا ندخل في النتائج هي طب هو ده ممكن هدف السؤال ان احنا يعني ناخد النتائج. ايجابي ادت افكت ايجابي، لكن عملت ايه في الجينوم انا موضوع بحث، لكن انا تخوف حضرتك بالتاكيد شور موجود يعني. طب يعني يا ريت يا دكتور يكون لو في شغل بقى على ان احنا نعمل اسسمنت للجينوتوكسيسيتي دي، وفي مولكولار ماركرز كتيره ممكن نشتغل بيها يعني. لو تحب حضرتك يكون شرف كبير لينا يعني. والله يعني انا ويلكم طبعا، احنا تمام. يعني ويلكم تتعاون معانا، احنا بنشتغل مولكولار كتير، لكن انا لسه يعني حكايه الجين توكسيسيتي والسيتوجينيتكس يعني اسمح للدكتور عبد الفتاح ان انا اشكره تاني ان انا طالب دعم في الحته دي، لان يعني في معيد جديد ان شاء الله يسجل معانا، ومقترحين برضه حكايه بس مش السيلفر حقيقي. يمكن اتناقشت انا والدكتور عبد الفتاح يعني حتى في نقاشنا ان احنا يعني علشان ندخل، لان انا ما عنديش سايتو في المعمل بتاعي، في مولكولر كتير بس سايتو للاسف ما عنديش غير دلوقتي. هو السايتو توكسيسيتي ممكن حضرتك تعمل حتى مع الدكتور عبد الفتاح يعني استبعدنا ميتوتيك اندكس كروموزومال ابريشنز يعني في بعدين هو شغل المولكولر هيغني ان شاء الله نعمل. طب انا سعيد بالتعرف بحضرتك، ومن خلال الدكتور عبد الفتاح ان شاء الله يبقى في لينك بينه وبينك. ربنا كريم. الدكتور احمد فؤاد كليه العلوم جامعه القاهره، استاذ مساعد ورئيس الخليج. الدكتور ابراهيم اذا كان يقدر، هو كان فتح وقفل تاني. دكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم برضه كان عايز يعلق. يا دكتور اشرف مين يا فندم؟ دكتور طارق قبيل بشكره يا دكتور احمد بعد اذنك، ان في البي بي ام حط تفسير للجمهور. أنا أشكره جدا، أشكره دكتور طارق قبيل كمان من الناس المعروفين في يعني كل سنة، وحضرته وأسرته والأهل جميعا بخير أكيد. حضرتك تعرف الدكتور طارق قبيل، أشكره جدا يعني. أو الدكتور إبراهيم اللي جاهز فيهم اتفضل. والدكتور أشرف توفيق يعني أنا سعيد الله جدا. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، عزك الله. ساعدني كتير وحملني كتير يعني، فهو يعني أشكرك جدا يا دكتور أشرف. الله يبارك حضرتك يا فندم العفو، ربنا يحفظك، الله يبارك فيك. دكتور إبراهيم اتفضل يا فندم، أو دكتور طارق أيهما يعني اللي الصوت عنده اشتغل يعني. اتفضل. كده شغال عند حضرتك دكتور؟ سامعك يا دكتور طارق، اتفضل. طبعا بشكر الأستاذ الدكتور فتحي أحمد. وبشكر اللجنة المنظمة بصراحة، محاضرة قيمة جدا، وأستاذ الدكتور أحمد حسني. المحاضرة الحقيقة غطت أشياء كثيرة جدا، وقالت حاجات مهمة على أهمية الارتيشن أو سينسيتك سيت. ممكن بس بأكد عشان الدكتورة سألت على الأهمية بتاعتها، إن هي مثلا البذور الاصطناعية أو اللي هي الارتيشن أو سينسيتك سيت لا بديل ليها في النباتات اللي بنسميها سيدلس ووتر ميلون والسيدلس فروتس، والنباتات اللي هي بدون بذور طبعا صعب انتاجها جدا، لازم تنتج التيشوكس، وبالتالي ده بيكون حل كبير جدا. البذور الصناعيه بتحل ازمه كبيره في هذا المجال، لكن برضو ما زال فيها مشاكل ذكرها الدكتور احمد حسني. المشاكل كتيره جدا حاليا موجوده في التسويق التجاري ليها، وفي مشاكل زي حاجه مثلا اسمها سينكرونايزيشن، يعني تسينكرونايز الجرمينيشن او اللي هي اعاده الانبات بتاعه النباتات دي فيها بعض المشاكل. ريجروس بالضبط كده، ففيها بعض المشاكل، فممكن يعني تروح استاذنه يقول لنا على بعض المشاكل مشاكل جدا حضرتك. وانا يعني كان الصوت صعب عندي شويه، انا هو عرفت يعني عدم التجانس في المنتج تقريبا كان السؤال. ايوه السينكرونايزيشن يا دكتور، السينكرونايزيشن ان الخلايا تمشي مع بعضها في نفس الستيج. لا هو يعني ميزة التيشو كلتشر ان جنرال، كل اعتقد كل التقنيات حتى مش الارتفيشال سينسيتيف،
البرودكت الناتجه من التشو كلشر عموما بيبقى الحته دي فيها مش ظاهره قوي، يعني افضل بكتير من اقرانها لو كان فيجيتيتيف بروباجيشن او لو كان بروباجيشن من خلال السيدز. يعني دايما المنتج بالتشو كلشر بيبقى في تجانس بشكل كبير جدا جدا. فانا زي ما انا قلت في الناس اللي او هم الايطاليين اللي حاولوا يعملوا يعني دخلوا الاندستري والتقنيات الميكانيكال ان يعمل القصه دي ميكانيكال، يعني فعلا كان الناتج لان ايه؟ انا لو هعملها طبعا الميكانيكال ما ينفعش فيه غير السوماتيك امبريوز، فبتبص بتلاقي انا بعمل سيبنج للسوماتيك امبريو فاختار الامبريوز كلها اللي في نفس الستيج اللي هو الامبرويد. فبالتالي التجانس في الفيلد بيبقى عالي جدا جدا. هو المشكله قد ما يكونش التجانس من ناحيه البرودكت، يعني من ناحيه الجروس ومن ناحيه الديت اوف فلاورنج مثلا والفروت سيتنج والكلام ده، ده يبقى لا ده طبعا هيبقى التجانس فيه بشكل كبير قوي قوي. هو الخوف الوحيد بقى مع التقنيات اللي زي كده اللي هي بتضمن وبتامن اليونيفورم ده بشكل كبير قوي، بتبقى انها تقنيات بتساعد بشكل او باخر على الجينيتك فاريشن، وده اللي يخليها مش ريكومندد يعني. لكن عموما من تبع حتى الناس اللي هي بتاخد التشو كلتشر في الموز والنخيل والكلام ده بيبقى دايما في التجانس في لحظه حصاد اليل. لو كانت البرودكت دي برودكت معامل انسجه، لا اعتقد بيبقى اليونيفورم فيها يعني الى حد ما اعتقد انه هو ريكومندد. شكرا دكتور احمد. دكتور ابراهيم. دكتور ابراهيم اتفضل يا فندم. دكتور ابراهيم المايك عند حضرتك مفتوح، اتفضل. دكتور ابراهيم ما اعرفش، يبدو انه في عنده مشكله في النت يعني، لكن هو المايك مفتوح. انا كلمته قال ان هو متابعنا وهيحاول يدخل، بس يبدو انه في مشكله. هو موجود، هو داخل فعلا وفضل. انا كلمته على التليفون يعني الخاص، اسمحوا لي ان انا يعني لو كان سمعنا بس دكتور عبد الفتاح. نعم اسمح لي ان انا يعني ده عمي، عمي الكبير يعني. هو طبعا دكتور ابراهيم من الناس اللي ليها فضل عليا ما يتخيرش عن حضرتك يعني، وربنا يديله الصحة. ووحشني لأن من فترة كبيرة أو سمعت الصوت، كنت أتمنى أسمع صوته دلوقتي. طيب إذا كان في أسئلة تاني. دكتور أشرف ممكن تنزل الإعلان يا دكتور أشرف. دكتور أشرف هيعلن عن المحاضرة القادمة. الدكتور وفاء موجودة لحظة. أو الدكتور وفاء. وبكرر الشكر لكل الحضور والأعضاء المؤسسين معانا، الدكتورة سوسن العوران بنشكرها جدا من الأردن الشقيق، والدكتورة هوايدة يعني شايف. العفو يا دكتور. الله يبارك فيك، مجموعة كبيرة. ودكتور تركي أنا شفته حاضر. ودكتور تركي احنا سعداء جدا ودكتور مصطفي ودكتور عبد الغفار. لا يعني الصراحة نشكر حضراتكم جدا جدا، ويا ريت الوقت في الوقت ده يكون مناسبكم، لأن احنا غيرنا الوقت بناء على طلب حضراتكم، فيعني مش عارفه يعني بناء على طلب الاخوه العراقيين والسعوديين ان احنا بدانا نحط الوقت بعد العشاء، فارجو ان يكون الوقت مناسب لحضراتكم وكده افضل يعني. دكتور رفاق اتفضلي يا فندم. انا مش قدامي الاعلان اللي سافر. انا على الشاشه دكتور رفاق موجود. لا يبقى انا عندي ديلي، يبقى انا عندي ديلي حالا. طيب طيب على العموم يعني في النهايه احنا بنشكر دكتور احمد حسين، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، هي محاضره قيمه، وان كان انا لسه تلميذ صغير خالص في الموضوع دوت يعني، فالمحاضره كانت تقيله عليا شويه، فكنت مركز جدا يعني، من اكثر المحاضرات اللي استدعت مني تركيز، ان يمكن المجال ده شويه انا مش بشتغل فيه، لكن محاضره قيمه جدا جدا، وحا يعني اكيد كل الموجودين استمتعوا بالمحاضره، جزاكم الله عننا كل خير.
ان شاء الله في النهايه بنشكر حضرتك تماما، نشكر جميع اللجنه المنظمه، نشكر الحضور، وبننوه عن المحاضره اللي جايه ان شاء الله. المحاضره الثانيه هتكون محاضره استاذه الدكتوره ريم سمير حمدي، استاذ التصنيف والفلورا كليه علوم جامعه القاهره، هتكلمنا عن حدائق مصر التراثيه ان شاء الله تعالى، الايجيبت هيريتج جاردنز. ان شاء الله نسعد بوجود حضراتكم، واحنا سعداء جدا بالمحاضره، وجزاكم الله عنا كل خير، ونشوفكم الثلاث القادم في الميعاد 7:30. استاذ حضرتك يا دكتور اشرف، دكتور اشرف بعد اذن حضرتك، بعد الشكر والثناء على حضراتكم جميعا والمحاضر الفاضل الدكتور احمد، يعني بدعوا اساتذه زملائنا من العراق، يمكن كانوا قالوا لنا ان احنا عندنا بعض الحضائق، فارجو بندعوهم من خلال هذه المنصه انهم يشاركوا، سواء كانت باضافه أو سواء كانت بمعلومة عن الحدائق في الأردن، الحدائق في العراق، الحدائق في السعودية، عشان تبقى محاضرة مش بس تخص مصر، هي تخص الحدائق التراثية على مستوى الوطن العربي. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. شكرا.